هو انا مش انا عايز اطلع بره العنوان ده، هو نفس العنوان بس عايز اقول حاجه تانية. انا عايز اقول عايز النهارده ايه الديالوج اللي بيحصل في العلاج بين المعالج وبين المريض. يعني مش فارماكولوجي، مش تاك فارماكولوجي، الفكره كلها ايه؟ انا عايز اعمل حديث كده بيحصل بيننا وبين المرضى، لان المرضى بتوع الوسواس مش عايزين يعرفوا ان هو وسواس. انا عندي حاجه تانية غير الوسواس. واول سؤال بيجوا قبل ما يبدا الدواء، انا هبطل الدواء امتى؟ فطبعا هو ايه مستعجل جدا جدا. فالديالوج احنا بدانا حاجه، يلا يا عمي. طبعا اي غلطه في الكلام اعرفكم انت حبيبه ربع طب، وهي المساعد بتاعي اللي بيعمل الكلام ده، فاي غلطه هنا مسؤوله هي، ماليش دعوه بيها. يلا الاستاذات اللي بعدها بسرعه كده. اول حاجه مكتوب هنا زبست العلاج الاوسي دي، ده مشكله سلوكيه ومشكله فارماكولوجيكاليه برضو. حلوه دي فارماكولوجيكاليه، حاجه دي بتمشي مش كده. القصه البيست ان لازم تدي ايه، هنعمل كوجنيتيف بيفر ثيرابي، قلنا قبل كده طبعا النص بتاعه اتكلمنا على الافكار مش كده يا جماعه، لسه ما اتكلمناش على ايه اكسبوجر ريتو بريفنشن في الاكشنز. فلازم نحط الاثنين مع بعض. ليه؟ لان في ناس كتيره جدا جدا مهما تديهم دواء مفيش امل فيهم خالص خالص خالص، لدرجه كل واحد يتعقد في حياته كده، يجي له مثلا خمس ست مرضى في حياته كلها ما بيتحسنش ابدا ابدا ابدا، بياخدوا اوفر دوزز من كل حاجه مش امل ابدا. فعلى امل ان المرضى دول لو لقطوا مننا حته الكوجنيتيف بيهيفيرال او العلاج المعرفي السلوكي، او اعمل ايه مع قصه مصيبه الوسواس القهري دي. في ناس لو جمعوا منا القصه دي ووثقوا فينا وحسوا ان انا هرتاح بعد كده اسمعوا كلامنا، فلازم اخد الاثنين. ده فيما يتعلق بايه الناس ما تحسنوش من الدواء. في ناس بقى ما فيش امل فيهم ابدا من غير دواء قبل ما يعملوا الكوجنيتيف بيهيفيرال او العلاج المعرفي السلوكي. يعني مثلا في امثله كده، انا فاكر مريضه كانت امها ماتت بالسرطان يمكن قلنا عليها قبل كده، فاما ماتت امها قفلت البيت ومشت، مش عايز تخش بيت امها ابدا، لان كل حاجه امها لمستها احتمال ايه تنقلها السرطان. طبعا عشان بتنقل بالميكروبات، في ناس بيقولوا ان فعلا ان في نظريه من النظريات ان هو ايه، ان في مايكرو اورجانيزم انفكشن موجود في ارض الحته دي، فمتاكده تماما انها خايفه تجيلها السرطان بقى لمده كبيره جدا. الست دي بتقولي بقى مهما تتكلمها في العلم واي حاجه وفي الطب تقول لك انا مش متاكده 100% او على الاقل سنه سنتين ثلاثه 30 سنه هيجيلي المرض. فدي مهما تعمل لها تقول لها المسي، احنا قلنا هنعمل اللمس اللي هو ايه الاكسبوجر، خايفه تلمس اي حاجه في الشقه امها لمستها فالمرض يجي لها، هتلمس ايه في الشقه؟ زي على فكره يا جماعه الوسواس كله حاجه واحده، قلنا اللي خايف من النجاسه، زي اللي خايف من القذاره، زي اللي خايف من الميكروبات او الامراض او حتى الماجيكال ثينكينج اللي هو لو لمست يحصل لي كذا. دي بقى لو فكرنا على مريض اللي خايف من القذاره او الميكروبات، خايفه من ايه؟ ان هي ايه تلمس ايه مثلا في الشقه؟ المفاتيح النور، اكيد امها لمستها، الاوكر، اي باب من الابواب، الملايات، اي حاجه تخطر على بالكم بقى نفس المرضى نفس الكلام قطعت. فانا عايزين نعمل اكسبوجر، نعملها ايه؟ تفتح الشقه وتلمس الحاجات دي دقيقه واحده. لو احنا هنعمل ايه جراديوال اكسبوجر، دقيقه تلمس دي ودي ودي ودي، وتاجل غسيل ايديها ايه خمس دقائق 10 دقائق. على فكره يا جماعه الناس اللي الجداد او القدام، احنا اتفقنا مفيش حاجه اسمها في الاخر اسئله، اللي عايز يقطعني يقطعني، اللي عايز يخش في الموضوع حتى ما فاتته قبل كده يقول لنا. هتلمس كل حاجه من الحاجات اللي قلنا عليها دي ايا كان المرض ايه، وبعدين تاجل غسيل ايديها في الخايف من القذاره، او تاجل تعقيم ايديها في الناس اللي خايفين الميكروبات، او تلمسها وتستحمل الانكزايتي اللي تحصل لو فكرت ماجيكال ثينكينج ان لو لمست الكلام ده ام تموت، لو لمست الحته الفلانيه اسقط في الامتحانات، اي حته من دول مش انا متوقع الزملاء فاهمين انا بقول ايه، حتى مش معنى نكمل فيها. المهم البنت دي مستحيل تلمس اي حاجه الا محاوله مره واثنين وثلاثه، في الاخر خدت ايه دراج ثيرابي، فابتدت الانكزايتي تقل، لان الاو سي دي وان اوف ذا ايه انكزايتي ديس اوردرز، فابتدت تقل فابتدت تلمس، واحتمالها لطوله البال ان انا المس واستنى ايديا اعقمها او اغسلها او 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 ابتدت تطول الفكره شويه. بعد كده بقى اما عملت بيهيفيرال ثيرابي ابتدت فعلا تستقبل القصه دي. وبرده في كلامنا هنا هيجي حكايه ايه، الناس اللي عندهم اعتقاد جازم في ان المرض هيجي لهم، او الاو سي دي بيصل لدرجه تقريبا يقرب من الديلوجنز شويه، لان في مشكله كبيره في المجتمع بتاعنا المجتمع الطبي يعني. وبرده بعيد تاني ان انا كلامي مش مترتب قوي، في زملاء كتير جدا بيكتبوا انسايكوتيك من الاول خالص،
قصه الاو سي دي امبليكيتد بالسيروتونين، والقصه بتاعته اوربيتو فرونتال كورتكس كوديت نيوكليوس بوتامين. واي حد برضه سمع الكلام الفارغ ده ومش عارف معناه ايه يقول لي ايه القصه ايه. بيقولوا امبليكيشن في السيروتونين. ايه صله الدوبامين انتاجونس في الانتسايكوتكس؟ بيقولوا بقى ان الناس اللي قربوا من الديلوجنز او عندهم تاتشنج ريتوالز، عارف الناس اللي يمشوا كده يمسوا ايديهم كده وكده طول ما ماشيين فيلا فيها حديد طول ما ماشي السبان كده يقعدوا يلمسوا او يقولوا جبان اللي مش هيلمس العربيه دي، تلاقي كل الناس المسوسين وجارين لمسين العربيه، ام ما اعرفش مين اللي مش هيلمس. اكيد كلنا عملنا كده احنا صغيرين، المس دي اعمل دي، بس عديناها. في ناس بقى طول النهار قاعدين يلمسوا، فاللي بيلمسوا او عندهم تكس كان مش مترتب برضو او عندهم تويتشز او عندهم اوبسيسيف سوتس قربت من الديلوجنز، اللحظه دي هندي انسايكوتيك. طبعا ده بقى يعني من غير ترتيب كده، بس مش كل مريض هنديه انسايكوتيك. للعلم الانتسايكوتيك ده دوبامين ايه انتاجونست. ده يا جماعه يعني هو السكند جينيريشن انسايكوتيك دي اوبوزس الايفكت بتاع الايه بتاع السيروتونين، بتعمل لها اوبوزيشن ليها عكس الايه القصه. ده دوبامين انتاجونست، والسيروتونين ايه والاس اس رايز بتعمل ايه سبيسيفيك سيروتونين ريابتيك انهيبيتورز، بتوفر السيروتونين هوير الكي سايتس بتاعت ال اسمها ايه السينابتيك كليفتس. عند السينابتيك كليفتس بتعمل بتوفر لنا السيروتونين شويه علشان هوير الافكار جنريتد. حته قلتها جنان كده شويه، احنا قلنا برضو قعدتنا ديالوج بيننا وبين المريض بتاعنا. احنا بنعمل ايه لو حضراتكم ده حد طلع الموبايل بتاعه وكتب اوربيتو فرونتال كورتكس، هيلاقي اول مكتوب عليها ايه ديز ريسبونس فور ديسيجن ميكنج، اخذ القرارات جوه المخ. تبعتها للكودت نيوكليس عشان ايه تقريبا، يعني طبعا الكلام ده مش 100% كده بس ده اللي بيحصل تقريبا. الاوربيتو فرونتال كورتكس تاخد قرارات وتفلتر المعلومات. لو تصورنا كده دي اوربيتو فرونتال كورتكس داخلها استيمولاي عامله كده. حد يقول الاستيمولاي دي ايه؟ ادي النور شايفاه الاوربيتو فرونتال كورتكس، وهنا الناس اللي قاعدين والكتب والقصص دي كلها. بتعمل فلترنج للانكامنج استيمولاي وتاخد ديسيجن ميكنج. يعني ايه فلترنج؟ لو انا ارفع عاكم كده وعجبني البتاع ده قوي وخايف يبوظ فضلت تلعب فيه واعمل كده، يبقى انا عندي مشكله في الاوربيتو فرونتال كورتكس، ما عملتش فلترنج وبالتالي سبتكم كلكم. انا المفروض محمد شريف دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل محاضره اتكلم ببص لكم. انا سبت القصه دي حصل رونج فلترنج فابتديت ابص حته ثانيه. وده مريض الاستاذ بقى الراجل هيصيف هو ولاده، حط الحاجه في العربيه والشمسيه وكل القصص دي كلها، وبعدين طلع فوق بقى ايه بيحاول يقفل مفتاح البوتاجاز والقصص دي. قعدوا ثلاث ساعات والشمس قورتهم والوليه طلبت مش عايز ارد عليها عشان لو رد عليها هيقول لها انا بقفل ايه المفاتيح الغاز والكلام ده، هتروح عند امها. راحت عند امها ورجعت وقفل راكت العربيه كله، والاستاذ لسه بيعمل ايه؟ فعنده مشكله ايه في الفلترنج بتاعت الاستيمولاي. وفي نفس الوقت اخذ القرارات، خدت قرار ان انا اعمل كذا، اتكلمت معاكم. الكودات بتعمل ايه بقى؟ بتنفذ القرارات عملت دي. في تراكس بين الكودات والبوتامين شغلتها ايه؟ نحس اللي بنعمله. خدت قرار اوربيتو فرونتال كورتكس، ودي الكودات ودي البوتامين. اقفل الباب قفلته، حسيت خلاص. صليت حسيت خلاص. اقفل النور قفلته حسيت خلاص. في مشكله هنا بقى بين الكودات والبوتامين. اقفل الباب قفلته ما حسيتش. طول النهار اقفل في الباب. ودي قصه الوسواس التكرار. هو احنا بنعمل الوسواس ممكن انت تشوف حاجات عمرك ما سمعت عنها، بس قصه التكرار والتاكد تشيكينج صح والتاكد حاجات كتير جدا. العلاقه دي حطها في كل حاجه. اتوضى اتوضيت حسيت ان انا ايه ما اتوضيتش هعيد الوضوء. قلت الفاتحه قول الفاتحه قلتها ما حسيتش هعيد. وساعات بقى تبقى برشل مستحيل طبعا ما اتوضيتش خالص، في واحد ايه يغسل ايديه بس اكتر والباقي بقى كويس، يبقى عنده ايه عدم احساس بارشل كده. الفاتحه يقول لك كلها، مريض يقول لك انا ما قلتش فاتحه خالص في عاده كلها، مريض يقول لك ايه النطق مش مظبوط قوي، الله اكبر يفضل بقى يدور الله اكبر ده دي جيم الله اكبر الله اكبر يفضل يكرر، والثاني التحيات ويفضل بيكرر حرف حرفين ثلاثه على حسب الديس اوردر الموجود. التخريف ده مفهوم كده؟ نيجي بقى للكلام بتاعنا انا، قلنا في الاول ايه؟ البيست انه ايه؟ بيهيفيرال وقصدي كوجنيتيف بيهيفيرال وايه؟
وكيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي بتاعنا هيعمل ايه بقى شغلته؟ انه يقلل الانكزايتي، فيخليني ان انا ااجل شويه الريتوالز تمشي شويه. نو ميديكال تيست فور او سي دي. احنا قلنا برضو يا جماعه القعده بتاعتنا ايه؟ ديالوج بيننا وبين المريض. انا مش بتكلم في الطب دلوقتي، بتكلم هنعمل ايه مع المرضى بتوعنا والحديث اللي بيحصل والكلام اللي بيحصل معاهم. مفيش بقى ايه واحد يقول لك تعالى اعمل لك باكوس اللي البراون او او او. فعلا مش كل الكلام بيتقال. ان انا عندي نفسي اوبسيسيف سوتس، وكل واحد فيكم عنده اوبسيسيف سوتس. واحد على عياله تصحى بالليل هو بيتنفس، الام لسه والد عيل كل شويه تبص عليه، البطانيه تيجي على مناخيره، على مناخيره بيجي لهم لحف هديه كده تقيل جدا كل شويه تبص عليه. لو قعدت بالليل 3 4 مرات مقبول تحطه في السرير جنبها لحسن تيجي ترضعه، تروح كاتمه على نفسه. كان على الفيس فيس يا جماعه عارفين ان ايه؟ معلش ثدي المراه كده ايه يعني عامل زي الـ زي الـ زي الجيلي كده، يروح كل يفكره كده تقول لك ان ده زي الجيلي يخنقه لي. فطول الليل قاعده ما بتنامش ابدا لحسن تيجي عليه ايه تخنقه، تحطه بعيد خايفه لحسن تتدقلك كده على السرير وتروح واقع في الارض. وكمان احتمال كمان الاساس ايه انها تنط من وهي نايمه في الارض، نايم على سرير وموت قطعه. ما فيش الناس المرضى بتوعنا بيحسوا نعمل مصايب ان الميكروبات بتجري في كل حته والقذرات. اللي عايز اقوله ان ما فيش يعني سنجل تيست كده او حاجه نشخص بيها. احنا عندنا اوبسيسيف فيس كلنا مرض، يعني ثلاث حاجات: امبيرمنت اوف سوشيال اكاديميك اوكيشنال فانكشنز. لو حد اتعطل في الحاجات دول نسميه مرض. نو وان شود بي دايجنوزد ميرلي اون ذا بيزس اوف ا فيو تيست. مفهوم الكلام ديتيلد هيستوري. واحد خبير زي حضراتكم طبعا كده يسمع الكلام ده، اللي في ناس كتير جدا بتوع السكيزوفرينيا بيقول لنا ايه عنده وساوس، تروح تروح كتب لها ايه اس اس رايز. هو قصدهم على ايه؟ الهلاوس. بس طبعا مش قصدهم السكيزوفرينيا مش هلاوس بس، تخريف كتير جدا وديلوجنز وديس اورجانز. دي حاجه يعني قصه ان حد يقول انا عندي وساوس يقول لك ده هو جاي بيقول بنفسه هو. انا اخدش الكلام واعمله كده، مين هيعمل لي برضه احنا بنتكلم احنا قلنا ديالوج يا جماعه بيننا وبين المريض. المريض بتاعنا يجي يقول لك ايه؟ تقول له سيروتونين، يروح يجيب لك كل سيره السيروتونين، يقول لك ده في حاجه اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي والبيست سكان دي مشهوره جدا جدا وبتعمل وتعمل وتعمل. احنا اصلا عارفين حاجه عنها. بيقول لك بقى ايه؟ لقوا ان في ديفرنسز بتوين ذا برينز اوف ذوس ويز او سي دي اند ذوس ويزاوت. لقوا فعلا في ديفرنسز، بس الديفرنسز دي ان انا نون سبيسيفيك. بيقولوا بقى هل القصه دي انا اقول له مرضانا هي القصه دي مش معروف، هل هي المرض اللي عملها ولا هي سبب المرض؟ ومش سبيسيفيك حتى الاستراكشرال ستينجز الموجوده في مرض او سي دي نون سبيسيفيك عن ناس كتيره جدا مش عارفين. الى جانب البث دي حاجه غاليه جدا جدا جدا، اذا كان الام ار ايز الموجوده دلوقتي مكلفه جدا، بما انها نون سبيسيفيك اعملها ليه؟ ده كلامنا كلام المريض مش كلام حضراتكم الشاطرين جدا الحلوين جدا. انا مش قصدكم انتوا. هات يا عم اللي بعدها. برضه مرضانا كتير جدا كل دكتور يقول له بص يا سيدي انت عندك كيمياء المخ مش مظبوطه قوي وعندك السيروتونين ارتفع، يروح يجيب لك كل اخبار السيروتونين يجيب لك الكلام ده. انا نفسي ببقى حاسس بيجيب لي معلومات انا ما اعرفهاش، ارد عليه اقول له ايه؟ هقول له كلمتين دول بقى. اول حاجه الليفلز الميجرد في الليفلز في البراد والسي اس اف مختلفين خالص وبالتالي مش انديكيتيف. الامر الثاني البراد سيروتونين ليفلز كورسبوند تو ذا فاوند يعني مش مظبوطين، وبالتالي اللي في الدم دول انا عشان اعمله تجربه الراجل ده اللي عملت لك تحليل مش هيطلع زي المخ بالظبط. بعد كده سي اس اف بيتاخد لمبر بانكشر وسبانل تاب، ودي حاجه مؤلمه جدا جدا. مش كل مريض او سي دي سمعته في الدنيا حد يقول له ايه تعالى يا حبيبي اعمل لك لمبر بانكشر واجيب الدكتور بالتخدير ادي له مثلا 200 جنيه في المريض واخد انا 300 جنيه ونصه على المريض ويروح يقول له الدكتور مش عايز ده حرامي جاب لنا دكتور بخدير بيعمل اي كلام. اولا انت حراميه، ثانيا سمعته ان حد عنده او سي دي عمل لمبر بانكشر؟ الكلام ده مش ليكم انتوا برضه الحلوين الجمال دول، ده الجماعه دول بتوعهم. الامر الثالث الليفلز بتاعه في الليفلز كان بي افكتد بفاريتي اوف فاكتورز كلها نوت بريدكتبل. لو خدته من البرين خدته من السبانال كورد من تحت من فوق مختلف خالص. برضو الكلام مش ليكم ده ليه؟ هو عشان ما يروحش يدور على السيروتونين. الامر الثالث السيروتونين ليفلز نفوت دي في السباين نوت ذا سيم اند ليفل اوف برين تحت مفهوم الكلام ده برضو. هاز اولسو بين استابليش ويذر اكتوال سيروتونين ليفلز كورسبوندز تو ذا اما تقعد تقيس بقى لو في الريسيرش لو ان مفيش اي صله خالص بين السيروتونين وبين السيفيريتي او وجود الفيروس نفسه. الحاجات دي كلها بتعمل في الريسيرش مش عشان الدياجنوزس خالص. الكلام ده مهم جدا. المرضى بيقعدوا يقولوا لنا الكلام ده كتير قوي
ويقعد قول لي بقى السيروتونين يعمل في حصل فيا واعمل له ايه، اقول له ما اعرفش. خد يا حبيبي بقى الكلام ده، وانا ما اعرفش الكلام ده كله. انا اعرفه ان الاستاذ ده عرض من 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 اعراض القلق، وانه عندنا تركيبه كبيره جدا انكزايتي ديز اوردرز كتير قوي، منها 1 2 3 4 بناخد الدواء ده. حتى الدواء بيشتغل ازاي؟ مش بالتخريف اللي انا قلته ده. هو التخريف اللي قلته ده انتم مصدقينه؟ قصة مش كده خالص، احنا بنختصر قوي، لكن الحقيقه محدش يعرف. هو السكر يا جماعه لغايه النهارده حد عرف يسوي ايه ولا علاجه ايه؟ هو السكر يقول لك مش علاج اصلا، ايه كنترول بس. اه ما فيش حاجه خالص. وعلى فكره المحاضره دي بيقولوا ايه، ان الميديسن كيور كيورابل ديس اوردرز، الوسواس كيورابل ديس اوردر ولا حاجه خالص. اي حد ضربت في حته في الطب كله، ضرب حته من حته كده ما بقى عمره كده، حتى اللي بيشيل المراره سلام خلاص. ايه رايك سلاما ولا ما ينفعش؟ هات اللي بعدها يا عم. في معلومات يا جماعه بتوصل ولا ما فيش معلومات؟ اتكلم يعني الحقنه اللي عاجبه يقعد، مش عاجبه ما يقولش. عادي اسال اسال. ميديكال تريتمنت از بارت اوف تريتمنت وين ميديكيشن شود بي انكلودد، يو ماي تراي ات اف يو فيل يو نيد سمثينج اكسترا. المقصود الكلام ده للناس اللي هم معظمهم مش عايزين يجوا وبيطلعوا الكتب وعارفوا ان حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال، ويجيبوا الكلام ده يذاكروه كتير جدا جدا جدا. الدنيا النت عمل كل حاجه، بس مفيش. انت اسمك دكتوره ايه؟ سوريا. والدكتوره نادره. وانت؟ اه مفيش بقى في الطب في النت سوريا وهدير وفيش. مش محمد حسين اسم حضرتك؟ محمود. مفيش حبيب، مفيش محمد شريف اللي اقصده. لا ده احنا غصب عننا. السلام عليكم مسك شريف، معلش غلاسه بوسه حبيب قلبي. مش واخد بالي احنا قلنا نخرب زي ما احنا عايزين، سالم زي ما انا عايز، حاسس معترض يعني. شريف ده حبيبي ومحمد حبيبي. كنت عايز اقول جمله كده اقولها في الاخر. فانا كنت قلت ايه بقى، انا قال لي ديمنشا. قلنا ايه؟ لا تكتب حاجه بيكتبها. ايوه لا يا جماعه ما فيهاش كده. معرضنا لازم يعرف كويس قوي ان احنا دارسين كويس قوي وحياتنا كل القصه دي، وقعدنا هنا 34 سنه، ما ينفعش حد يشتغل غيرنا صح، والا هتبقى الدنيا هسه جدا. انا شاطر جدا في الجراحه، بعمل عملت زي ده كتير جدا، وبصير ينفع اعمل الشغلانه دلوقتي حتى انا شاطر فيها؟ ما ينفعش. فمريضنا لازم يعرف ان هو ما يعرفش حاجه خالص حتى لو قرا. ما اقصدش بقلل من قدره، اقصد تجاربنا مع مرضانا كتيره جدا جدا بتخلي المصائب اللي هتحصل من الدراجز او غير الدراجز هتظهر هنا. قلنا بقى هو عايز حاجه اكسترا. انا رحت قريت كتير جدا. دكتور ابراهيم ايه الجمال ده؟ اهلا حبيبي. بتضحك عليه حبيبي اللي قدام. هو قرا كتير وعمل كتير، هو عايز حاجه اكتر من كده. انا مش قادر اعمل، مش قادر المس، مش قادر لازم اقول له الكلام ده. هقول له طب تعالى خد ده بقى انكزايتي ارجز يعني سترونج انف، مش قادر يبطل يغير، مش قادر يبطل يطمن. لا هنخش في الدواء بقى، والدواء بتاعنا انتوا عارفين بقى لا في ادمان ولا في ولا في ولا في ماشي. لو حاجه مايلد قوي مفيش دواء، مش عايزين دواء، لان اصلا هو جالنا ليه؟ عشان مش مايلد. واحنا قلنا المره اللي فاتت واللي قبلها ان محدش بيجي لنا مايلد ولا مودريت حتى. المريض ذمته بتطلع بالكشف والنيجو يسمع كلامنا مره واثنين وثلاثه، اما بيكون اتنايل خالص وهنبتدي نكمل معاه. Medications can lower levels of oxygen and reduce the urges to do compulsions and impulsions even if cannot always take away all or same. طبعا مفيش كلام انا بتقلل الكلام ده كله، لكن مفيش مريض في الدنيا وسواس ولا غير وسواس بين خالص. مفيش مريض سكر عمره ما جاله التنميل ولا شفان في الريق، اما السكر يعملوه باذن الله احنا نعمل كده لحسن بيقولوا عشان احنا اداه وسواس. لا يا اخوانا الطب كله كده، حد كسرت رجليه وعملها اديك شايفين الدكاتره عملوا فيه ايه، وقعت من فوق الكباين كسرت الرداء. بص العلامه اهي، في دكتور عظام عملها لي من قايلها لي من قايلها. اشمعنى احنا بقى ما يقبلوش مننا ان احنا نتبقى مننا حته؟ ولا يا دكتور شريف حته كده يعني منها لازم موجود. كفايه يا عم كده احسن الناس زهقت. هات اللي بعده. ميديكيشنز بارت اوف تريتمنت. لو قمت بقى اصمم على مريضي لازم اقول له خد دواء. انا بقول له برامج سلوكيه يا اما اعملها معاه، يا اما ابعته للكلينيكال سايكولوجيست، يا اما اعمل له سيلف هيلب بروجرام زي احنا عاملينها عيادتنا. احنا بنعمل كده سيلف هيلب، بنديله مذكرات، مذكره ورا الثانيه ورا الثالثه الرابعه، المعنى الكوجنيتيف البيهيفير. لكن لو ايه ريزيستبل بقى؟ دكتوره منى يا اهلا وسهلا. لا الحبايب كلهم انا ببص فيهم كلهم، بس هتخميني هتقفي لي وقفها لي الدكتور ابراهيم دكتور شريف دول ما اقدرش اعمل اللي عملته معاك. قلنا يا جدعان هتجيبوا لنا تهمه؟
الريزستبل مفيش امل خالص. نيتي خير والله العظيم. لايف السيفير ليميتد. طب في ناس كتير جدا قاعد زي ما اتفقنا، راجل بيصيف قاعد يعمل في النيله دي، يقعد يذاكر لعياله سطر سطر، يرجع له عيد سطر تاني، يلا عيده تاني. السنه العام يكون خلصوا مثلا 7-8 صفحات والمنهج 17 كتاب. لو لايف السيفير ليميت واضح الكلام ده. مش قادر تعمل حاجه خالص، قاعد في بيتك. انكزايتي از فيري هاي وان مانجبل، مش قادر لدرجه ان هو الناس دول بقى بيبقوا غضبانين قوي 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 قوي. المريض الوسواس هو اللي بيكسر، اغسل ايديا، لا مش تغسل اغسل، يروح يكسر لهم دين. هو مش عايز يعمل كده، بس لما منعوه من الريتشوالز. احنا قلنا في ناس هنعمل فلادنج لو عندهم موتيفيشن عاليه جدا، انا ممكن اعمل كده. انا لو عندي وسواس فعلا هبتدي في نفس اليوم، انا وحد خمني واداني هيروين ولا ترامادول عشان رجلي كانت مكسوره، حاجه هحبس نفسي اسبوع عمل. بس مش كل واحد سرايا ولا محمد شريف ولا نادر، مش كل الناس كده. اكستريملي ديبرست. طبعا احنا قلنا قبل كده الناس عندهم سترونج اوفيسيف بليفز او عندهم ديبرشن. اللي عايز ديبرشن عايز يموت نفسه. هو نايس يروح عمل تقول ايه بيفر كوجنيتيف يا استاذ، بيفكر يموت نفسه ازاي؟ هيقول لك كوجنيتيف بيفر والمس دي ولا دي يا استاذ بتهرجه ده، شوف الحاجه موت بيها. ميديكيشن شود نوت بي ريجارد از ا كومبليت تريتمنت، مفهوم طبعا يا جماعه. ريدوس سيمبتومز، الكلام ده بيتكرر. وامبروف المود، ات شود بي سين از ا تول تو هيلب. الكلام ده انتوا فاهمينه طبعا مش كده؟ هات يا عم اللي بعديه يا عم، الناس عارفين كلهم بيقولوا لي كده. سيروتونين ريابتيك انهبيتورز، سيروتونين سبيسيفيك ريابتيك انهبيتورز اللي هي الالوان اس اي اس ار اي، ده حوالي ابتدى في الثمانينات يشتغل. زمان ما كانش في حاجه غير كوجنيتيف بيهيفيرال. وعلى فكره الدواء ظهر اما ابتدوا يقولوا كوجنيتيف بيهيفيرال، الكلام بتاع فيكتور ماير بتاع زمان لو تفتكروا 1906، فاكرين الكلام يا جماعه؟ اما انا فيكتور ماير قال الكلام ده، راح جاي فرويد قال لهم نصب عليهم، قال لهم القصص اعمل، فالنظريه اندثرت. في الثمانينات كانوا بيعملوا كوجنيتيف بيهيفيرال بتاع الايه؟ بتاع البانيك، بتاع الانكزايتي، ما كانش فورميليتد قوي زي ما احنا بنعمل النهارده. اما ظهر ده، ظهر معاه بقى الادويه، كلهم برامين، ما فيش كلام. الناس اللي زينا من زمان جدا عمل ثوره كبيره جدا وحزن ناس كتير جدا. الاس اس ار اي، الاس اس ار اي اللي هو السيروتونين، اللي هو الوحيد اللي هو الانافرانيل. الانافرانيل عمل شغل كتير جدا جدا، بس ما تنسوش الانافرانيل ده بياكل كتير جدا، بينشف ريق كتير جدا، يمسك كتير جدا. يا جماعه اللي عندهم اي حاجه في قلبه بيعمل كارديك اريثميا، الناس اللي عندها يعني شو اللي يعمل يعني. لو عنده كارديك اريثميا، عندي مرض على زمان دي تجربه محترمه جدا كده، وانا كنت قلبي جامد جدا وعايز اتخف بسرعه جدا جدا جدا. الخيبه اللي بنعملها ان احنا نبتدي ايه مره واحده. جوزها جالي الف عام مركزه، طبعا الراجل طيب جدا كان بيحترمني قوي، بيقول لي نوقف لها الدواء ولا بلاش وهي معانا مركزه. الدكاتره قالوا ما تقفوش، ما كتر احترامه للدكتور بقى. فدخلت بالدواء اللي معانا مركزه، فهو بيدونا في السر، بيقول اكمله ما كملوش. فطبعا حاجه صعبه قوي، الى جانب بيعمل ايه سيكشوال ديسفانكشن عالي جدا جدا جدا، وسيديشن عالي جدا، واكل مصابه كتير قوي وحاجات كتيره جدا حضرتك. بس اقصد كل السايد افكتس بتاعه الترايسايكليك انتي ديبريسانتس والتوكسيستي ده عالي قوي. طبعا في كلام بنقوله وهنعيده تاني بس مهمه جدا. عشان كده انا فرانيل زمان اما انا كنت بغلب فيه كانوا يروحوا لزمايلي كتيره جدا ما بيقعدوش الدواء. طب ما عنديش حل تاني، كنت بجيب الحبه ال 25 مش هتصدقوا يعني، ادي له ربع حبايه يومين، هو اللصوص هندي له علاج هيتحسن بعد 16 اسبوع، مش فرق اليومين دول بقى. ادي له ربع ال 25، نص ال 25، واحده 50، 75، في الاخر يوصل مثلا 150 محتمله. يعني قصدي المريض ده نفس الدواء ما قعدش ياخده لو درجت له قوي قوي قوي. طب مش كل الناس كده، في ناس اولينج قوي يستحمل وبعد اسبوعين ثلاثه بيتحسنوا كتير. لكن افضل كده قلنا انا فرانيل، وهنكمل الكلام عليه بعد كده. السيروتونين سبيسيفيك، طبعا بيقولوا سيروتونين سبيسيفيك، حكايه السبيسيفيك دي ما اظنش بتشبه بقت جامده قوي، اظن قليل قوي السبيسيفيك مع ما قدمنا قوي. مثلا الباراكسوتين تسميه سبيسيفيك؟ ما فيش حاجه كل شويه، ما فيش حاجه سبيسيفيك يعني. ما اقول لي مثلا ايه سيتالوبرام، ماشي استالوبرام، لكن باراكسوتين كده مش قوي كده. هيجي اسميهم دلوقتي الايفكت بتاعهم، بيقول لك ان يعمل يخلي كده مكان السيمتومز ما جنريتد يزود لنا السيروتونين فيه. ماشي يا استاذ، قلنا الكلام ده مش للناس الحلوين زيكم، انا مش بقول كلام دقيق جدا. الكلام ده كلام لمين؟ مريضنا، عشان هي دي الحديث بتاعنا كل يوم. لو خدت سؤال اجابته غلط او مش باينه قوي هيسيبنا ويمشي. ميديكيشنز يوزد، انا فرانيل قلنا من 79 ابتدى اشتغل، اس 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 رايز من الثمانينات، بيقولوا على النيورو ترانسميتر سيروتونين. سيبك من الكلام ده، في سايد افكتس ما اظنش في سايد افكتس. هي طبعا الانافرين عشان شفان الريق واللي مسكوا القصص دي والنوم كتير
يعني واضح قوي، لكن في حاجات اوسخ منها كتير جدا جدا. البتاعه دي برضو نزود الكلام فيها شويه. المجموعه اللي عندنا اشتغل عليها طبعا هي بيسميها ايه الادويه دي؟ بيسموها مضادات الاكتئاب السيروتونيه. المرضى بيقولوا الكلام ده ليه؟ القصه بتاعت السيروتونين ايه بوفره شويه عشان تعمل سيروتونين بوفره شويه على التريبتازول مثلا، عايز لك مثلا 300 حبه في اليوم، وطبعا لو خد مثلا 30 حبه بس هروح في 60 ده كل حاجه. فالمعنى هو ده المقصود عند المرضى، يقول ادويه الاكتئاب السيروتونيه. انا فين حضرتكم عارفينه؟ هو اصلا اسمه كل على فكره حبيبي الكبدين الكلام ده، يعني قصدي الكلام ده مش 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 الجمال ده كله جاب من كتاب، لا ده انا مألفه كده اي كلام، وبالتالي تلاقي ده مثلا ايه علمي وده اسم الجينيريك يعني والاسم التجاري، فانا مش باخد بالي قوي. الانفرانيل 250 والهاف لايف بتاعته 32، على فكره ممكن يوصل 300 كمان بس فيري جراديوال لو هيجي الكلام ليه. بروزاك، البروزاك الجرعه قصه 80 واللايف هاف لايف 87 سنه من الكلام ده. بروزاك في مصر هنا انفرانيل اسمه اللي هو كوميبرامين، في مصر انفرانيل، وفي حاجه اسمها سوبرانيل. السوبرانيل منه 75 و50 كبسولات، اما الانفرانيل حبوب 25 وحبايه برضو لونج اكتنج 75. البروزاك الفلوكسيتين ده موجود في مصر بقى اللي عارف، موجود منه الفيلوزاك والاوكتوزاك والفلوريسين وكمان ودبريبان والفيلوزاك. البروزاك دي الكبسوله حوالي 4 جنيه ونص، والفيلوزاك الكبسوله بجنيه و30 قرش. الزولوفت السيرترالين الحبايه 50 في مصر هنا، بره مصر في 25. مصر السيرترالين موجود المودابكس والسيرباس 50 و100 والدوكس 50 والسيرتو والسيرليفت 150 100 و150 يعني، واقصى جرعه 200. برضو الباروكسيتين في مصر هو اصل الانجليزي اللي في مصر 25 و12 ونص، بره مصر في 20. في مصر موجود باروكسيتين وموجود زندول، باروكسيتين باروكسيتين وزندول وسيروكسات وباروكسيديور. الجرعة القصوى 75. الفلوفوكسامين 300 اسمه في مصر فابيرين، والجينريك بتاعه اسمه استاتومين. السيتولبرام هو كان زمان اسمه سيبرام، السيبرام اختفى دلوقتي، موجود مكانه بقى الدبرام والسيتالو وايه كمان والرامديب كده صح كده؟ عايز في حاجه؟ بص الاسس رايز بقى للمختلفين، حضرتك بتختار ما بينهم بناء على حاجه معينه ولا مفيش فرق فيه؟ هو في كلام هيجي في المحاضره هنا هيقول شويه، بس انا مش عاجبني حاجه كلام حد خالص. اولا يعني مفيش بس درج لحد معين، هتيجي جمله كده يعني كل حاجه ما تنفعش لكل حد، لكن في حاجات تنفع ناس. انا اقصد هل في مثلا شكل سيمتومز معين جاي برضه؟ يعني مثلا في لو في مريض مثلا ايه بينام كتير وكسلان وبياكل كتير ومفيش موتيفيشن خالص، احسن حاجه تبقى البروزاك، عشان البروزاك مود الليبيتنج. بس لو واحد عنده انكزايتي بقى وديته بروزاك هيجيب له بقى جترنس والقلق والكلام ده. وعلى فكره البروزاك له حاجه غريبه قوي ما تكتبش، يمكن الدكتور بيقول لي على فكره في ناس من اللي بياخدوا بروزاك بيجيله اكاسيزي زي ما البروكسيتين بالمنسه برضو بيعمل اكسترا بامنا سايد افكتس اي بي اس. خليك فاكر القصه دي، اما يجي يقول لك فكي قفل صدق المريض. فالاكاسيزي دي مش عشان اشهر قبل كده قالوا على البروزاك في ناس انتحرت منه، حقيقه قصه الانتحار دي جايه من حاجات ايه؟ واحد ديبرست وبقى عنده تململ اكاسيزي، اللي هو التململ عارفين اكاسيزي يعني يا جماعه، بيقوم يقعد ويروح ويجي مش طايق نفسه، هو ناقص، هو اصلا متنيل الديبرشن فيها انكزايتي وانكزايتي فيها ديبرشن. فقصه الانتحار دي وكان واحد محبوس على بلكونه كده وهيقع تحت وعايز يشوف له حل، عارف مش طايق نفسه خالص، الحل الوحيد انه يعمل ايه؟ ينط ويريح ويريح نفسه. فاتفقنا بقى ان الجماعه اللي هم كسلانين وبياكلوا كتير ونوم كتير البروزاك احسن حاجه، وبعديها السيرترالين، نص في النص كده الفافرين، ساعات تشتغل كده وساعات تشتغل كده. وعلى فكره برضو ما فيش عرض من العرض دي او سايد افكت ثابت، تمسك الورقه دي يقول لك ايه؟ يقول لك بيعمل نعاس وبيعمل ارق وبياكل وما بياكلش وبيطول وما بيطولش، كل حاجه عكس بعضها
كل فعلا بيحصل. بس الـ 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 معظم مرضانا فيش مريض ابدا. يعني في مرضى بروزاك في حياتي 7 8 بينام طول النهار بساعات باخده, لكن ده مش هو الزرول يعني. لكن يعني اكتر حاجه تعمل نشاط البروزاك, بعديها سيرترالين, الفلوفوكسامين في النص. لو مريض بقى ما بينامش ما بياكلش, يعتبر برسيت ده نفسه برضه في اول 3 شهور ما بينامش ما بياكلش. الان يبقى الباروكسيتين والسيتالوبرام والاستالوبرام, ده اختيار. لو جينا من ناحيه القوه, معظم الكتب كل الناس بيقولوا القوه مختلفه. لا القصه مش كده خالص, لان قصه القوه تقصدوا بيها ايه؟ ده في مريض مثلا يبقى عنده ديبرشن ويحكي الديبرشن. مرضانا ساعات بييجوا يكذبوا علينا ما بيقولوش كل الكلام, يكون مثلا بايبولر والناس يحكيت البايبولر انتهى خلاص وطلع منه بديبرشن, يقول لك ايه عندي اكتئاب ما بنامش ما بعملش, وفجاه تديله امه تعجبها. خلي بالك الولد ده جاله هوس قبل كده واتنين بيخبى علينا كل حاجه, وبالتالي احنا برضو في صعوبه قوي في التعامل مع المرضى. تديله الدواء هو مبسوط جدا لان جاله مانيا واهله بيتبسطوا جدا, انت قبل له ديبرشن تعمل ايه؟ بس حيران فعلا. انت عايز يقول لك اقلبني يا دكتور احنا بره, لان هو مبسوط جدا. اللي بيعاني من المانيا الاهالي, واللي بيعاني من الدبرشن المريض. المريض الدبرشن بيديه شوت انسايت بيجي لنا يتعالج عندنا. اما اللي في المانيا اخر جمال, لدرجه الواحد يتمنى يجي له مانيا يدوها حتى. نرجع بقى نقول تاني ايه احنا خرفنا هنا يا دكتور شريف في الحته دي. حكيت اقوى. في واحد مثلا عنده دبرشن تديله سيتالوبرام يتحسن جدا. يجي يقول لك ايه ده, على فكره نسيت اقول لك ان انا كان عندي بغسل ايديا كتير وعمي فتحسن جدا. والسيتالوبرام في نسبه عند الناس يعتبر دواء ضعيف جدا. يعني كل مريض ملوش علاج معين, مريض معين يتحسن عليه. بس انا ظني انا الشخصي والناس اللي اشتغلوا الحاجات دي يمكن يوافقوني, لو انا اديت مريض 250 ملي جرام انافرانيل ازود اقوى دواء. ولا دكتور شريف معايا في الكلام ده؟ فيش كلام. لو تعرف الكلام ده الناس ما تصدقوش, لكن حقيقه اي مريض اديته اس اس رايز ما ينفعش خالص. تقول له في الاخر ايه؟ يستحمل بقى نفشان الريق بس والامساك و و و بس شويه شويه. فيش كلام ان احسن دواء اقوى دواء مش احسن دي, عشان قلنا كل واحد فيش مريض له دواء معين. اقوى دواء انا شايف ولا شخصيا طبعا تدريشوت محمد فكره الامساك والريت جيم وزغلت موجوده مع الوقت البيت بتحسن. وفي مرضى بيوازن برضو الوسواس النيل اللي عندي اكتر, ولا في ناس عندهم وسواس قهري ديني, انا كفرت انا اشركت انا ما اعرفش ايه انا موت نفسي احسن, فيقول لك موت نفسي ولا خليني مسلم بالانفرنيل. قصه بتبقى كده طبعا. هو كلام عجيب لكن هو بيقول كلمه بيقول كده. انا شايف بعديه احسن يعني زيه بعديه في القوه الباروكسيتين معايا دكتور شريف, والسيرترالين تقريبا زيه, الفافرين برضو زيهم. يعني حط دول مع بعض كده او الثلاثه دول فلوكسيتين سيرترالين دي ادويه قويه جدا بعد الانفرنيل. سيتالوبرام استالوبرام يعني مش بالقوه. اما تعمل الكلام ده ايه, انا شفت مثلا ايه 10000 مريض اديتهم في الاس دي مثلا سيبرام يعني 500 حسن, لكن باروكسيتين 10000 انا بنفسي باروكسيتين 10000 مريض باروكسيتين 90% في حسن, فالمعيار يبقى عالي جدا. انا الحته دي بره الموضوع خالص بنحتاج جرعه اعلى. نعم يعني ما حدش بيتحسن على 25 باروكسيتين. لا لا مفيش كلام من ده خالص. بس نقول برضو ايه, في ناس برضو بيقولوا ايه ان لو انت اديت الماكسيمم ثيوريتك دوزز كلها وعملت اوفر دوز حتى ما تحسنوش والسايد افكتس عاليه جدا. بيقولوا على فكره في ناس لو انت اديتهم فيري لو دوزز فور لونج بيريود بيتحسنوا عليه. هل بيتحسنوا بقى المود الفيرست تير جدا اما المزاج بيتحسن وقلبه بيروح بيستحمل الوسواس, والموتيفيشن بتاعت مرضانا مش معروفه. مريضنا دايما بيجي بيخدعنا دايما او بيخدع نفسه يقول لك كلام وعايز حاجه ثانيه خالص. لو قامت اكلت ولادها وعملت شغلها ورجعت اخر النهار وصلحت الكراسي, في مرضى بيكتفوا بكده ويخفى عليه يقول لك كويس جدا وحلو جدا. جوزها بعد 5-6 سنين يقول لك ايه اعمل حاجه قاعده تغسل ايدي طول النهار, انت ما مش ما قلتليش الكلام ده ليه؟ قلت لك انا كنت جاي لك عشان اروح شغلي واربي عيالي. حتى احنا مش بناخدش كلام واضح قوي من المرضى ان انا يعني اعمل مع مريضي احسن ما يكون. الحته دي برضو كنت اقرا في الكتاب المدني بتاع البرسكرايبنج في الدستور الاوروبي, عشان برضو احنا ايه بيجي لنا مرضى كتير صغيرين مش عارفين نعمل معاهم. الراجل ده بيقول الثلاثه المؤلفين بيقولوا ان السيروتونين تبدي من 6 سنين والفلوفوكسامين من 8 سنين, بس برضو في اخر المقاله بيقول اوت اوف ليبل هم بيستعملوا كل حاجه عشان ما يجيش يقولوا هم مش كتاب اللي ما اعرفش مين. لا يا استاذ دوما بيقول كده, بيقول لك 8 و6 واحنا بنستعمله اوت اوف ليبل لاي مريض. يقول لك مثلا المريض ده القواعد بتاعتنا بقى بينام كتير بياكل كتير
ومتنفخ قد كده، طب تدي له الفلوس دي. وفي نفس الوقت الاثنين دول ليه هم اختاروهم الحقيقه ما عملوش دراسه اللي عليهم. اما انا بقى اكتب حاجه ثانيه يقول لك طب ما هو نفس جماعه نفس السايد افكتس هي هي ونيتهم هي هي والميزه بتاعتهم كويسه بس عملوا دراسه على دول فعملوا ريبورتنج ليه. لكن حقيقه انا شخصيا بس اعمل ده وده وده وابدا بجرعه صغيره واتوكل على الله. اتفقنا بس في الاول لو جينا مثلا خدنا سيرترالين في الاول خالص بيعمل غمامان في مثلا يعني كلهم بيعملوا كده غمامان في النفس وبيعمل سيديشن ساعات وبيعمل ساعات ارق وبيعمل حاجات كتيره جدا وسد حاجات كتيره قوي. فاقصد يا جماعه انا مثلا مريض عندي بديله فلوبوكسامين ببدا بال50 بدا نص ال50 اربع ايام 51 75 يعني نص 1 ونص يعني 100 واطلع استنى 150 شهر اتحسن بقى مشي على كده ما اتحسنش قوي بوصل 200 الدنيا بايظه خالص بوصل 300 لكن بالتدريج قوي عشان المريض ما يسيبش الدواء ويرجع وما يرجع لناش. برضو بالمناسبه حد يحب يتكلم على السايد افكتس يعني احنا قلنا الانفرينيل ادانه كتير جدا الحاجات اللي هي الاس اس رايز حد فاكر حاجه في السايد افكتس يا دكتور ولا دكتور ايه اللي مع نفسهم عايز افتكر بقى الحاجات قلنا هو ديالوج عايز افتكر الحاجات اللي بيجن بيها يسيب الدواء بعد الجي جي ابسيت وبتعدي لا للعلمكم بقى حاجه صعبه قوي كل المرضى المعظم اللي بياخدوا تيجي تقول لي انا جوزي مش راضي عني خالص عامل لي برود جامد جدا جدا من اول يوم تيجي ثاني يوم تقول لي شوف الدواء ثاني هتعدوا ثاني طب استني شويه مع الوقت بتتحسن شويه او الدوز تتحسن شويه او دواء عن دواء السكشوال الرجاله يقولوا بقى الدراي اجاكوليشن السيرترالين وطبعا برضه حتى ساعات مع الاستيلبرام ياخد له ثلاث اربع حبات بيشتكي الشكاوي دي قوي الشكاوي الثانيه بيستحملوها اما اقول له انها توليرابل وانها ممكن تمشي هتعدي غماما في النفس مع جرعات صغيره هتمشي وافضل ازود حبه 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 لكن درجه كوليشن ما بيبقالوش ابدا البرود الحريمي ده ما بيبقالوش ابدا جاستروانتيرال بليدنج انه رير لكن بيحصل ما يجيش يقول لك مثلا بيقول كل مخبط في حته افضل ابقى ازرق بقالي 17 يوم على الدواء ما تسيبش الحته دي الويت جيم بقى باروكسيتين مثلا حدث ولا حرج سيتالوبرام استالوبرام بس مع الوقت فلوفوكسامين ما عملش بس مع المده برضو نفس الكلام يعني حتى سيكشوال في حاجه كده المرضي يقول لك ايه انا جاي كانوا جايين عشان ايه بيكرروا القران بيعيدوا الوضوء بيعيدوا هم جايين عشان ايه عشان عايزين يصلوا كويس تقول لي على فكره دكتور انا حاسه بحاجه غريبه مكتوبه اقولها لك هي كنت مهتمه بورد القران جدا كنت مهتمه بالصلاه جدا مهتمه بكل كلمه في الفاتحه دلوقتي اخدها دب من الحاجات الوحشه برضو بتاعه الاس اس رايز الايموشنال بلاندنج التبلد الانفعالي تصالة على صالة على صالة وما اعرفش ايه وتسيب الصلاه اصلا خالص وتكبر دماغها خالص وورد القران سابته خالص والاذكار سابته خالص من الاعراض فعلا الايموشنال بلاندنج نخلي بالنا في الدوزز يعني نظبطها شويه وبرضو حته برضو مع المرضى بنقولها لهم هو انا بعمل ايه مع المرضى انكزايتي ولا ديبريشن ولا او سي دي الدكتور مش عاجبه الكلام ده ولا ابراهيم ولا الناس دول مش عاجبه اللي انا بقوله ده انا حقيقه انا بعمل شويه تلامه عند البيت بتاعنا تلامه في ايه تلامه تجاه الاحداث الدنيا الواد سيت يلا في 60 داهيه ما اعرفش غسلت ايديني ما اتنقلتش اكل اعمل كبريت بس اعمل كده ده اعرفش مالك بس انا مالك حتى لكن بعد الدواء الدين الدنيا نيله خالص البيت كله متنيل نيلت البيت عند المرضى بتوعنا يا اما مريضنا عنده حاجه غريبه قوي مهتم بنظافه صوابعه قوي وشالك الضوافر وعنده كلب حاطط ايديه بق الكلب نتخلق عجيب بقى تستغرب قوي وعشان كده الاوسي دي عمره ما كان حاجه طبيعيه فنسون سيبه ياخد ده جميل جدا ده بيرتب ده بيذاكر لا ده مش مذاكر ده تهريك بيذاكر لنا نص كتاب في طول السنه يبقى ثالثه ثانوي وعزله مثلا 17 سنه او النظافه هي دي نظافه الحكم ده بيبالغ في حته مخه ضارب فيها الاوربيتو فرونتال كورتكس قالت له يا عمي اغسل لي ضوافرك غسلها ما حسش بيها فقاعد في الحته بتاعه الضوافر اللي مش مظبوطه دي مالهاش دعوه خالص بالنظافه بتاعتنا خالص صح ولا ايه الحته ضربه فين بقى اي تراكت اي حته اي نيله بيعملها الموضوع مش نظافه يبقى اتفقنا الايموشنال باندنج ده مهم جدا يا اما للدوز امال الدوز اظبط كده تقول لك عايز احس ان انا بعبد ربنا عايز احس ان انا بذاكر ثانويه عامه تدي له العلاج قبل الامتحان الواد نايم طول النهار متنايل طول النهار نايم يا عم قوم ذاكر حط لي اكل طب كمان ساعتين صحوني بص اصلي الفجر ان شاء الله وهتديها مذاكره جدا طب بص اكل بقى صلاه الظهر الدنيا حلوه جدا ولا بيسكتش حاجه خالص على الامتحانات لقيت المرضى دول بياخدوا دواء انا مش الدواء اللي عمل كده هم بيبقى عندهم تلامه تجاه عندك درس يا عم سيبك منه ده عارف حاجه بدرس عارف حاجه بعرف احسن منه
التلامه دي مهمه جدا البسامي اللي بشرب بامدنج. خرفنا شويه لكن الدنيا ماشيه. ولما اضحك على فكره محاضره ما غلطتش يعني ما تفرقش معانا كتير قوي ولا فرق معاكم انتوا يعني. وبعدين انت مالكش دعوه بالدكتور ناير. لازم دكتور ناير يجي يعمل يجيب لك شاي ويعمل لك ما اعرفش انا هاتني نخرف يا عم من غيره. انتوا عايزين لازم تاكلوا يعني؟ لو الكلام ينفع هاتوا لنا الكلام غير اكل. اجيب لكم اكل. ماشي حبيبي نجيب لكم اكل عندنا. يلا بينا اعمل بقى. ميديكيشن يوز تو تريت او سي دي. لسه انت بتقول لي الاول مونو ثيرابي. طبعا احسن حاجه تستعمل مونو ثيرابي. امس الدواء كده باروكسيتين او السيروكسات لو افتكرت هكتب سيروكسات. عندي 12 ونص 12 و25 بدي 12 ونص اسبوع وادي 25 اسبوع وبعدين 25 و 12 ونص اسبوع وبعدين 25 الصبح وبالليل وبعد استنى شهر في امبروفمنت نوعا ما. على الاقل المزاج اتحسن القلق اتحسن يبقى احنا ماشيين كويس. طب استنى كده عدى شهرين الدنيا نص نص بحط له كمان 12 ونص كمان واوصل 75 يبقى احنا خدنا ايه جراديوال كده وطالعين حبه حبه. لو حبيت سيروكسات سيروكسات 3 حبات يكلفوا 12 جنيه في اليوم كتير عليها يا دكتور. هات باروكسيتين. بس قبل الباروكسيتين برضو انه حكايه الاس ار كواليتي بتاعته مش حلو قوي بتدوب الحبايه بسرعه. فما تدوب بسرعه يحصل له ايه؟ يحصل له سيديشن. اللي طبعا مفيش كلام اللي دافع يعني عايز يدفع 6 جنيه ولا 12 جنيه حتى حرام يعني يدفع 12 جنيه 6 جنيه. ما احنا يبقى انا بكتب السيروكسات بقى عشان الشركه بتديني فلوس. لا مش كده. مفيش كلام ان السوق موزون تماما. العربيه بي ام دبليو ما اعرفش اس 500 زي 128 مفيش كلام من ده. عشان اقنع بريدي كده انا بظلمه وانا ما عنديش ضمير اكتب ده غالي ولا مش معايا. انا قلت الكلام ده بمناسبه ايه بقى؟ قلنا مونو ثيرابي. خدت انا سيتالوبرام هبدا نص بعد اسبوع واحده واحده ونص اتنين عندي مثلا بروزاك. لو خد الدواء وانا محتاج لدهوله عمل له قلق جامد جدا جدا ايه رايكم اعمل ايه؟ انا بتجنن شويه بفتح الكبسوله بفكها واحطها في ورقه واقلبها هنا واخد نص كبسوله ثلاث اربع ايام واعملها. لان في ناس كتير بيجي لهم يعني تتوقع سايد افكتس فظيعه. والمريض ده لو خد واحده واتنين كده طب المانع؟ نبينا نفتحها. بالمناسبه برضو الافكسور يعني عرض التجربه بتاعته عاليه جدا 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 جدا. كنت افتح الكبسوله برضو واخد كان زمان في حبوب دلوقتي مفيش حبوب اخد ربع الكبسوله نص الكبسوله احطها اعمل كده ابلعها. الشركه بتقول الكلام ما ينفعش خالص. لا ايه رايكم عملتها ونفع. والمرضى اللي كانوا بيقعدوا افكسور ابتدوا ياخدوه النهارده. طبعا بره الموضوع بس باي ذا واي يعني ان احنا حتى لو كبسوله ممكن اطلع البودره اللي جواها او الكرات اللي جواها دي واقسمها ربع الكبسوله على حسب الاسايد افكتس. خد 150 مستحملها ماشي 75 ماشي وازود افرض مش مستحمل اقول له يا اما كده يا بلاش. هم الشركه عارف احسن منك. لا المريض عارف احسن من الشركه ولا يا المريض ولا الشركه؟ المريض طبعا. وفي نفس الوقت نحن عليه ونعالجه من الاكتئاب ونظبطه وما سيبناش كمان. هنعيش على مين احنا بعد كده؟ مش بكلم مش بهزر يا جماعه. ما انت لازم عندك حته برضو كده يحس انت ابوه انت اخوه. مفيش كلام من الكلام. قلنا يا سيدي مفيش خدنا بقى الدوز كامله مع الدواء الاولاني اخش تو اور مور دراجز. لا اجرب دور دواء تاني. سيبنا الباروكسيتين وناخد سيرترالين نص حبايه اسبوع حبه اسبوع نص واحده ونص اسبوع اتنين اسبوع واستنى شهر. الامبروفمنت حلو نكمل. مش حلو اخليهم ثلاثه اخليهم اربعه واستنى. مفيش فايده ادي نوع ثالث سيبه خالص وخد فلوفوكسامين نص حبايه علمتين حبه علمتين حبتين. قال لك مش قادر عامل لي قلق بدل نص حبايه خليه ربع حبايه. احنا رانا ايه؟ يا اما ترضيه وتعمل له يعني خلي اللعيبه عنده هو ساب الدواء جميل جدا. انا والله ساعات ببقى مبسوط جدا لما يسيب الدواء. انا مكسوف منه يجي لي بعد 6 شهور يقول لي ايه؟ انا حلو جدا اسيب الدواء امتى؟ انا قادر اسيب الدواء جاله ديبريشن 4 مرات. ينفع اسيب الدواء يا دكتور شريف؟ ينفع استاذ؟ هياخده طول حياته. هو بيريحني بقى يجي يقول لي ايه؟ سبت الدواء اتنقلت الحمد لله رب العالمين. انا مش عايز ابطل الدواء بقى. هو اللي يقول سبت الدواء اتنقلت تاني. تعال نبتدي تاني. 6 شهور قبليها بست شهور اسبوعين ثلاثة سبت الدواء. يا اما جاله ديسكونتوشن ثيرابي ديسكونتوشن افكت اللي هي ايه؟ مش في حاجة اسمها ديسكونتوشن وستوبنج. ستوبنج هو عمل ايه؟ جراديوال ويزدروال كده قلله شوية شوية. ما قاليش انا برضو مبسوط جدا. ليه؟ ما فيش مشكلة عليا. هو الحمد لله اللي عملها. تعال نبتدي من جديد ونفضل مع ده مبسوطين. واللي عنده ديسكونتوشن سيمتومز اللي هي ايه؟ الابربت ويزدروال عارفين الاعراض بتاعتها؟ كلكم فاهمينها؟ يقول لك انا اكني عندي عدم اتزان اغمام في النفس صداع
لدرجه ان في مرضى بيسيبوا الدواء ده ويجي لك مثلا بعد شهرين ثلاثه يقول لك انا اسف سبت الدواء، اصرت عملت ام ار اي وعملت تحاليل ايه من كتر الاستفراغ، عملت تحاليل والام ار اي من الصداع اللي ما بيروحش خالص وعدم اتزان دكتور الانف والاذن قال له عندك التهاب في الاذن الوسطى واداله ادويه قد كده وكل الكلام ده كله عشان سبت الدواء مرات ده كان رجع. بس مالناش نصيب يعني ايه نصيب انه يتعب تاني ويجي لنا ويدفع كشف تاني؟ احنا برده كسبانين برده. ماشي يا عم، هتقولي انت مادي جدا. ايوه طبعا، واحد عنده 6 عيال و10 احفاد لازم يبقى مادي جدا. مش جدا والله العظيم. امتى بقى عملنا واحد واثنين وثلاثه؟ نعمل اوجمنتيشن بقى، نعمل قصدي كومباينيشن. في فرق بين اوجمنتيشن وكومباينيشن. نحط بقى مثلا حاجه سيديتنج على حاجه ايه استيميليتنج. ما ينفعش الاثنين سيديتنج الاثنين كده. احط باروكسيتين مثلا مع ايه؟ مع 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 ينفع مع سيرترالين مثلا، واجرب الاثنين مع بعض. تعال نبعد عن الفلوكسيتين شويه عشان ساعات مثلا فلوكسيتين مع فلوفوسامين صعب شويه، مش كده دكتور شريف؟ السيرم ليفل هيعلى قوي ويعمل لنا توكسيستي. بعد سواء بكامل عشان عايز افرق بس الكومباينيشن، نحط دوين مع بعض او ثلاثه. الاوجمنتيشن بتحط دواء ثاني بيخلي الدواء الاولاني قوته اكتر. الاوجمنتيشن حتى انت فاكرين في الدبريشن بنعمل الاوجمنتيشن بايه؟ بالليثيوم، بالبوسبار، بانتي سايكوتيك، بايه كمان؟ بالالتروكسين. ايه كمان؟ حاجات كتيره جدا. اوجمنتيشن ان انا اخلي كفاءه الدواء تعلى شويه، لكن الكومباينيشن بحط دواء تاني. انسايكوتيك دراجز ار يوزد ان او سي دي زائد اس 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 فور ريدوس ويزن لوور انسايت. ده اللي بقوله بقى. عنده فكره تقريبا وكانها بقت ديلوجنال. احطه له. او الجماعه دول عندهم تكس او تويتشز او تاتشنج ريتوالز. غير كده ما تظلمش مريضك. انا بيجي لي مرضي باخد مثلا ابيكسيدون 4 مللي جرام او 3 مللي جرام حط في 2 وجاله كل سايد افكتس. تشيله له وهو ماشي على الاس اس ار بتاعه على فكره بتاعه هو ما بنغيرش معاك. قلت كويس جدا مفيش داعي قوي ان احنا مش كل المرضى اللي هيجونا هياخدوا انسى كوت. ماشي يا عم محمد. كنت شفت احدى المعامل في القاهره بياخدوا ماوس ويب بيطلع بروفايل كده ايه الانتي ديبريسنت اللي هتجيب نتيجه ايه اللي مش هتجيب نتيجه بس كان 18000 جنيه. الكلام ده جميل جدا. اللايبيلتي بتاعته الكلام ده جميل جدا. على التليفون اجيب لك استاذ شكري. عمر شكري في امريكا. عمر شكري في امريكا ده كان عنده بانك وديبريشن ما تحسنش خالص عليه حاجه خالص زي الاو سي دي. كتبت له كل حاجه مش فايده خالص. فتصورت اتحسن عليه بقى. بياخد سيمبالتا كبسولتين كل يوم وبياخد سيرترالين 200 مللي جرام وبياخد ريميرون حبايه ونص. عند الجرعه دي ابتدى يتحسن. فراح امريكا قال له مين المجنون اللي كتب لك الجرعه دي؟ طبعا احنا قلنا اخواننا بعد ما جربنا كل حاجه مفيش قانون. اديت انت يا سيدي ريسبيريدال في سكيزوفرينيا 8 مللي جرام مفيش فايده. اديت اريبيبرازول 30 مللي جرام مفيش فايده. وجرنينت زانا 60 مللي جرام مفيش فايده. حطينا اريبيبرازول مع 30 مللي جرام مع ريسبير مفيش. حطينا 400 كمان كلوزابين. عايز تقول في قانون بعد كده بقى؟ اديله بقى حبه سافينيز حبتين ثلاثه اديله هالدول يعني مفيش قانون بعد كده. الراجل ده عملت معاه الكلام ده. راح للفيزيشن بتاعه، الفيزيشن ساب شغله وراح للسكاتريست بيقولوا له المجانين في مصر بيعملوا ايه؟ فعمل له اللي حضرتك بتقول عليه ده. اداهوله دخل عمره كذا. وده عشان ابربت ويزدرول. رجعه له بالتدريج وقال له بقى نعمل التحليل ده واداله دواء. ما تحسنش خالص خالص. الا ربنا يكرمه الراجل والله يجيب لك على التليفون. الكلام ما تصدقوش. قال له مين الاستاذ اللي بيعالجك اللي ادالك العلاج بتاعك؟ تعالى حبيبي. كان هناك لازم الممارس العام يحولك على السكاتريست يكتب لك دواء والممارس يكتبه بقى. النهارده ما فتحش بقه خالص. بيكتب له السيمبالتا وبيكتب له 60 مللي جرام وبيكتب له سيرترالين وبيكتب له الامرتازبين. ده جرعه كبيره جدا. اللي قصده ما فيش قانون. ومريضك انت بانك مثلا سنه ما تحسنش خالص بتزود له. بس انت قلنا ايه في الجنرال جايد لاينز الاولانيه خالص ستارت له وجوست له. ما فيش فايده في حاجه خالص. مكتوب هنا في المزل البريطاني بيقول لك ايه يا عم؟ اكسيد الابر ليفل. بس انت المريض قدام عينيك بتمونيتور دايما، لان انت الاس اس ار ايز لو بتستعملها او حتى الانافرانيل لو انت استعملته جرعات فوق 300 هتموت مريضك. مفيش كلام هيموت يعني فيبقى جنان. لكن الاس اس ار ايز ممكن تستحمل ولكن انت قدام عينيك. مين فيكم هيستعمل مثلا حاجه اس اس ار ايز مستوى عالي جدا؟ مين اقصى حاجه؟ مين مثلا ادى مثلا ايه باروكسيتين 100
او باراكسيتين 100 مع 300 مثلا سيرترالين. المجانين اللي انا عارفهم مش هقدر اقول اساميهم عشان انتوا مسجلين كل حاجه. قلنا الكلام ده امتى يا جماعه؟ مريضي خد كل حاجه وماشي في كل حاجه مش فايد فيه خالص. من حقي ان انا ازود مع مريضي واقول له الكلام ده. بص يا حبيبي هتعرف النت الجرعات دي عاليه جدا جدا جدا، ولكن طالما انت بتاخد الدواء ومش مأثر عليك يعني تسلع مسح الحته دي. انا قلت هتشيل، انا افتكرت اشيل الحته اللي انا بقولها دي. فسموح انك تكسيد الابر ليفل، ولكن مريضك عارف وانت بتمرنت كويس قوي وعارف السايد افكتس كويس قوي وتمشي معه. ايه اللي بيحصل ده؟ طيب حد يظبط القصص دي؟ ماشي يا حبيبي يلا. ده بتاعه ولا بتاعنا ده؟ بتاعه هو انا مش عارف. طيب احنا اتكلمنا فين؟ ده دي التانية دي؟ خلصنا اللي قبليها؟ drug augmentation treatment does not mean كلمه ريزيستنت دي هو استمبرام. ممكن يديني حد تاني سيتالوبرام؟ ايه سيتالوبرام؟ ما بدوش اكتر من 20. بس في زملاء محترمين في اسكندريه بده 30 بده 60 وبده 60 كمان. بيتاخد 60 عادي؟ ما فيش بيتاخد 60 خالص. قلت كده؟ لا بس اصل انا كده خالص. أنا ما انا بقول لك بقى اديتي 30 والمريض لسه تعبان بس اتحسن شويه، رحت مديله 40 ومش شايف اي سايد افكتس، واديته 70 اتحسن على 70. ده حاله خاصه، مريضك ده الوحيد هو اللي تعملي معاه كده. لا ده مش مريض واحد. انا شغال دلوقتي في البروتوكول ده. ايوه هقول لك ليه ايه السيتالوبرام مش سيتالوبرام. لا اقول لك بقى ده في سر في الحته دي، لان العلاج بتاع فرانكو بازاليا مش قادر اقول اجي ورا الكاميرا اقول علاج فرانكو بازاليا مش علاج. انا انت استالوبرام 20 ملي جرام بجد حقيقة. ده مش ده اصلا، ده انسى يا ماما انسى خالص. تريتمنت ريزيستنت كلمه فيدا كتير جدا بنديله مره واثنين وثلاثه وعرنا، مش معناه انه مش هتعالج. لو عملنا القاعده الجديده بقى زودت الجرعات بالطريقه العلميه اللي بقولها دي وبالتدريج حبه حبه ومونيتور السايد افكتس كويس جدا جدا واعمل تحاليل لاي حاجه ممكن تحصل مثلا جاستروزستان ما اعرفش بليدنج مش هستنى يحصل لي بليدنج، بعمل له تحاليل واظبط الدنيا ماشي. سايكوتيك انت سايكوتيك ده قلنا الكلام ده. حد شغال معايا؟ يلا ماشي خلاص. زرار سم سفررز هو جو تو ذا فاميلي فيزيشنز. بقى دول بقى الناس المسترخصين بقى. يقول لك روح الدكتور ياخد لي 250 جنيه و300 جنيه ولا 100 جنيه حتى. لا روح الدكتور الفاميلي بتاع يقول لي عندي وسواس. فالدكتور بتاع المرضى احنا حتى احنا يا جماعه اما انا اكتب حاجه في الجراحه اما انا عندي واحد عندي معانا واحد عنده خراج مثلا جلوتين الابسس قد كده انا محمد شريف راجع افتحه له اعمل له ايه؟ هجيب مشط كده ولا ابره واعمل له كده وافضل اعصر له 50 سنه ويقفل وتكبر تاني. لكن لو جراح يعمل ايه؟ انت تاخد واخر جرام يروح مديها كده. كل واحد صاحب صنعته فصاحب الصنعه يشتغل كويس. اللي عايز اقوله هو بيسترخصوا فعلا يروح للدكتور ده. فنان سايكاتريست فيزيشنز tend to have little or no knowledge about OCDs and how the properly administered treatment. يا اما يديله جرعه كبيره جدا يجيله سايد افكتس يسيب الدواء خالص ويتنين منه، او جرعه صغيره جدا ملهاش فايده خالص. فالاسترخاص ده ملوش دعوه خالص. بارتيكلي وين ذا كومبينيشن لو المريض خد ادويه كتيره جدا راح الدكتور له خدت باروكسيتين جرعه قصه ما جابش نتيجه، خد سيرترين يروح جايب له كل حاجه تحطها له. برضه احنا هنا بنسترخص برضه. seeing someone without the necessary expertise can prove to be false economy wasting both your time and money. فعلا ده فلوسكم فعلا. لازم نقنع مرضانا كده، لازم يجي لنا حتى لو مره. بنقول له مثلا كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي يا عم خد سيلف هيلب بروجرامز في الموقع الفلاني. مش هنقول لهم حتى اسم الموقع بتاعنا محمد شريف محمد صح مش عاوز. هات سيلف هيلب بروجرامز وامشي عليها هتوصل لحاجه. لكن نعم مفيش ايه؟ مفيش تاني اهو في حته واحده حته واحده؟ خلاص احنا عاملين كده كل نوع من الاس اس دي عاملين له البرنامج الاول والثاني والثالث والرابع او اي حد عامل شغل حلو في العالم كله انجليزي عربي فرنساوي. بس ما تروحش لحد ما يفهمش القصه ويشتغل فيه. يلا بينا. Getting started. Informed physician conditions may have in addition OCD and any medication. طبعا الكلام اللي هنقوله ايه؟ لو انت لحد زعل مننا انا راح او راح زعل حد ثاني راح دكتور ثاني. حاول ما تخدعش الدكتور. دايما المرضى يجوا لنا يختبرونا. ما قلتش حاجه خالص رحت للدكتور شريف وخد علاج وتحسن منه. دكتور شريف قعد معاه مثلا ساعه بس ساعه بس انا عايز اقعد 500 ساعه. فمش الدكتور مش يجيني بقى اداله باراكسيتين اتحسن جدا جدا يجي يحكي لي حكايه ما جاب سيره خالص.
انا بقى من نصيب كتاب له سيبترالين يتنايل خالص ان هو ما تحش تعصر على سيبترالين، ربنا قدر كده. عيب الحركات دي ودي مصلحه لي، واضح الكلام يا جماعه؟ لازم ياخد الادويه اللي خدها وعملت معاه ايه السايد افكتس. الكلام ده كله بيريحنا كتير. واحد يجي لي يقول لي ابني بيخرف وبيكلم نفسه وبينايل ما اعرفش ايه وما يقوليش حاجه خالص، واتري هو ماشي مثلا على ايرسبريدال 8 ملي جرام وكوتابكس بالليل. اروح على كتاب ايرسبريدال 3 ملي جرام واحده بالليل وكوتابكس 25 ملي جرام بالليل، يقول لي الواد خمس ساعات خد علاجك اتهيج وتنيل. ما اتهيج وتنيل ليه؟ عشان انت بتخبي عليا. اذا كان ايرسبريدال 8 ملي جرام ما جابش نتيجه مع كوتابكس 200، المفروض اعمل انا ايه بقى؟ احط دواء ثاني او احط حاجه اقوى. مرضانا في الحته دي بيقول لناش، فلازم مريضنا يقول كل حاجه. ولو قال كل حاجه وما انا جاي لك ليه يا استاذ بقى؟ اقول لك السر. طب انا اكمل مع الدكتور الاولاني. طب ما تكمل معاه. لا مش عايز كده عشان زعلان منه. بالمناسبه يجي في الكشف يقعد ساعه، وبعدين هو ماشي يجي فيه في السر بقى، المره دي تقعدني براحتي، المره دي ما خدتش راحتي خالص، انت وين عليك؟ كنت مستعجل وكلمت في التليفون وانت جيت دخلت علينا قعدت معاه 3 دقايق وقعد ساعه. لا يا حبيبي مش هقعد، مش هقعدك اكتر، قدامك 4 دقايق بكتير قوي تتكلم فيهم في الاشاره مع السلامه. الدواء كويس ولا مش كويس؟ كوجنيتيف بيفيرال تروح للاستاذ تقرا تقول لي قبليه. دايما يقلل كتير جدا من مجهودك وعايز ياخد وقتك. لو انت قعدت معاه ساعتين، هو كل واحد يقعد معاه ساعتين يبقى كويس معاه؟ لو واحد سباك جه ماسوره عايز يقلوزها ومعهوش جهاز يقلوز بيه، قعد 50 ساعه هيقلوزها؟ لا، هات سباك محترم والجهاز بتاعه وخد منه 200 جنيه وقف الميه، بدل ما يقعد لك يكسرك الدنيا كلها وفي الاخر يقول لك ايه؟ روح اجيب سباك بقى. ينفع؟ ما ينفعش. حد فاهم حاجه في التخريف ده؟ ماشي. الاستيك بول بريفيس، الكلام ده هو المقصود يعني. رايت ذس داون اف يو سفر فروم هارت ديزيز. طبعا عشان هارت ديزيز يعمل اي سي جي وبلاد تيست عشان ما ياخدش ايه؟ عشان ما ياخدش انافرانيل. لو عنده حاجه في قلبه، سلامه قلبه، مش انافرانيل. سفر ليفر ديزيز برضه بلاد تيست عشان لو كان عنده ايه؟ ليفر فانكشنز عاليه شويه، الدوز بتاعتي هتبقى قليله جدا، وفي نفس الوقت اكتب له ايه بقى؟ امر الى الله، نكتب له ستالوبرام او ستالوبرام، لان دول اقل حاجه بيعملوا اثر عليه او انتراكشن. ماشي يا حبيبي. ميديكيشن لا لا، قلناه في الاول خالص. ايفري ثينج وركس فور سمبودي. ناس، بعض الناس مفهوم طبعا. ناثينج وركس فور، مفيش دواء اللي مفيش منه خالص. اقوى حاجه انا جيت من انجلترا بيقولوا في دواء اسمه سيلوكسات جميل جدا جدا جدا. اي كلام، احنا من زمان زمان قوي. It really isn't impossible to say which one is best. مفهوم الكلام طبعا. Everyone's particular brain chemistry like fingerprints. الكلام ده جميل جدا. هو اللي قلناه قبل كده. Fingerprints زي مخين. ده هيأدبت مع سيتالوبرام. ده استالوبرام. ده باروكسيتين. ده أي حاجة. Serious sleep problems such as insomnia. لا قلناه قبل كده. عنده serious sleep problems. ما بينامش. عنده قلق كتير جدا. أنا فرينيل. باروكسيتين. أول نقول بقى أنا فرينيل سيروكسات. او كلوميبرامين باروكسيتين. كونفرسلي الناس تانيين بقى عندهم دراوزنس وكلام من ده هنديهم فلوكسيتين. بارتيكل دراج مي بايت مايت بي سيلكتد تو افويد سبيسيفيك. طبعا مريضك عنده مثلا هايبوتنشن وغلبان جدا ومش هتدي له بقى انا فرانيل. مريض ده عنده بلاد ديسكريزيس اشوف له حاجه ما تعملش اقل حاجه في الاس اس ار ايز. واحد مثلا متجوز اكتب له اي حاجه، مش كل حاجه تبان. واحد مش متجوز بقى اي حاجه، لا هيعاني من سيكشوال بروبلمز ولا هيعاني من دراجيكليش. ماشي يا حبيبي. ميديكيشنز ايفر نفس الكلام. نو وان لايك تو تيك مور. نضره معاك يا حبيبي. نو وان لايك تو تيك مور ميديكيشنز بات ان سام كيسز ات مي بي ان افويدبل. فيش كلام طبعا. مرضانا ما بيجوا مش عايزين ياخدوا ده، مش عايز ياخدوا دواء اصلا. انت كان عندي امبارح قاعده تحكي لي كل عن دواء اساس الدنيا كلها. بقول بس كوره انت بتكتب ايه؟ هكتب لك دواء هتديني دواء؟ وما انت جاي تعمل لك ايه؟ قول لي طريقه كده في 5 دقائق اخلص الموضوع. كتبت لها روشته واديتها لها وان شاء الله تجيني الشهر الجاي. خليها لك الورقه دي. قلت لها خليها معاك عشان تقول لي ليه؟ عشان تعمل الكشف دفعتيه؟ لا تقول لي دفعتها كمان الفلوس. سبت لك الورقه. لا الورقه ثمن الكشف بس في حاجه هي اصلا دواء واحد مش عايز تاخده. فهذا هقعد اتكلم على كذا دواء ساعات يكون ان افويدبل. اديته الادويه كلها لوحدها ما عجبتش نتيجه، يبقى احط دواين 3 4. اف يو هاف بروبلمز وذ ستكس قلنا دي انسى كده. اف يو سفر فروم باي بولر ديس اوردر، احنا قلنا طبعا ايه لو ما كملتش المحاضره مش مهم، بس عايز اقول لكم طرفه جميله كده. كنت في النمسا
ففي هناك في فيينا عاملين مكتبه تحت فكاتبين ايه او سي دي ان باي بودرز اوردر. مش عايز احكي لكم، كنت سعيد جدا فرحان جدا جدا. طبعا او سي دي لازم ياخد اس اس رايز وكميات كبيره، فحاجات دول ان شاء الله باي بولر هيخش باي بولر لازم يخش مانيا واتنايل خالص. فكنت فرحان جدا 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 يعني. كان في فيينك بقى ايه ايه محاضره بالعنوان ده؟ لا ده كتاب. كان حوالي ب 20 يورو يعني، اضرب في 20 بيساوي كام بقى؟ الله يخرب بيته اللي دبسني فيه. خلاصة الكلام ان اوعى تديله اس اس ار اي لو عشان هيقلب ان شاء الله، وكوجنيتيف بيبر ثيرابي احسن لك. ولو اديت انت بقى ايه اس اس ار اي انت المسؤول، هتوديه في 60 داهيه. وخلي بالك مرضنا في المانيا هنستحمله، بس هنستحمله، لكن مرضنا في الدبريشن ما بستحملوش. مش قادر التسجيل، مش قادر اول حاجه قدام التسجيل. خلاصة الكلام ان طبعا تعمل له كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. وانتوا بالله عليكم كتب الكلام بتقول كده، في حد عنده مانيا هيستعمل كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي؟ يعني انا حضرتي كده لو جالي مانيا هروح اعمل كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي؟ لا طبعا. اي كلام. انا بقول بقى ايه، نديله لو بيخش في الدبريشن دي اللي مكتال، ونقعد بعد الدبريشن بتاعه نعمله كوجنيتيف بيهيفيرال. لو في الدنيا بايظه خالص واهله موافقين وهو موافق وانت موافق، ايه رايكم نديله مثلا اس اس ار اي؟ بس الدنيا لو باظت تستحمله هنا، وندي مثلا ايه الفول دوز بتاعه ديباكين وانسكوتك كمان معايا، خصوصا لو كان الراجل ده بيجي له مع التاك دايما سايكوتيك سيمتومز. فانا متوقع لو دخل في المانيا هيجي له سايكوزس وهيجي له مانيك اتاك. فايه المانع مثلا لو ادينا له هو الديباكين اقصى جرعه كام؟ قصدي لا لا كم ملغرام لكل كيلو جرام؟ كم يعني مثلا انا عندي 70، انا 70 كيلو مثلا، تديني 50 في 70 تديني 3000 ونص. راجل حرام عليك يا راجل، وانت رايك ايه؟ رايك ايه؟ هي من 20 ل 20 ل 30، وفي الاطفال ممكن توصل ل 30. انت رايك كم ملغرام التيجريتول؟ كم ملغرام لكل كيلو جرام؟ 20 برضو. اقصد يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا 70 حسبت لي 30، 30 في 70 اديني 3000 لو المريض موافق، وتعمل المونيتورنج للليفر فانكشنز وتديله انسكوتك كمان. لو الدنيا ماشيه باظ منك يبقى تختار بقى، واهله يختاروا معاك شويه مانيا ونص نص كده، ولا نزود له الانسكوتك قوي ومش عايز اسجل الكلمه دي وندخله في الدبريشن والدبريشن اخف شويه. اي سي تي؟ بص اي سي تي انا ظني هيحسن مريض ديبريشن، يحسن الدبريشن بتاعه، يحسن المانيك سيمتومز، لكن اوزي سيمتومز مالوش اثر عليها خالص، مالوش اي اثر عليها خالص يعني. وطبعا في المريض يعني كم مريض مانيا بياخد اي سي تي؟ يعني عدد قليل قوي، الناس الموتيفيتد قوي اللي متعلمين قوي اللي دكتورهم كلمهم قوي. يعني اي سي تي حاجه جميله جدا هنا بنعمله عشان الزامي، والاهالي بيمضوا على الاقرار وهم مش من غير ما يروح، والكل ما اعرفش ايه الاعراض الجانبيه. هو حد عارف الاعراض الجانبيه بتاعت الاي سي تي؟ محدش عارف ولا يا دكتور شريف؟ يعني في ناس كتير جدا في المستشفيات حتى الخاصه بيمتع الاقرار وهو مش عارف هو بيعمل ايه اصلا، لكن معظم المرضى. فحكيت ان دي اس تي، لكن اس دي في تحديدا ما فيش حاجه في الدنيا قالت او سي دي بيتحسن مع، قصدي او سي دي يتكلم مع يتحسن مع اس تي الا اذا كان عنده في ديبرسيف اليمنت بيحسنه كتير. قلنا الباي بولر وخرفنا شويه والدنيا مشت. والله يسامحه اللي دبسني في كتاب الايه البامبي بتاع فيينا كان نصاب. غيره عندنا كلمتين حبيبنا في ايه تاني؟ ايوه اظن كفايه الصوره دي هتقول لكم انا عايز اقول ايه. مفيش طريقه معينه ولا تيست معينه تقول الدواء الفلاني. طبعا الكلام ده اللي بيقول لك اللي بتاع ده اللي قال الكلام ده فريد بنزل في امريكا كده، عشان لو كان الكلام ده مظبوط كان قاله. وعمرو شكري قال الكلمتين دول، عمل له تحليل ووداه في 60 داهيه فرجع للدواء المصري، قصدي الاجنبي اللي احنا كتبناه بالطريقه المصريه. لان برضه مش معاه يا جماعه ان كل بلد وكل سبيشيز وكل حاجه ليها جرعات مختلفه خالص. يعني انا كنت شغلت في السعوديه وفي الامارات، الامريكان كنت بديهم جرعات صغيره جدا جدا، تديله مثلا ايه كتايب 100 ملغ يجيبوا لك عربيه الاسعاف الحق الراجل بيموت. تديله مثلا 5 ملغ هالوبريدول يجي له بي اس ما تفكش، لو هتديله حتى ايه هناك كان الارتين ده ابر ولا كان فك خالص. فانتوب الى الله سبحانه وتعالى. لكن كان عندي مريض مصري تدي له مثلا ايه 1000 ملغ كوتايبن يسلك بيهم سنان الصبح ويجي كسلان المستشفى 1000 ملغ حاجات تانية طبعا. فمختلفين قوي.
ذا بري تيست فور ميديكيشن مفيش كلام من ده خالص. نو ريليبل جايد تو اذر ذان اكتشلي تيكينج. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ بس درج مفيش. يلا يا عم ذا بيست ميديكيشن برضو فايندينج ذا موست افكتيف دراج كان بي تايم كونسيومينج اند فرستريتنج اكسبيرينس. طبعا احنا زي ما قلنا اتفقنا هجرب واحد في ظني انا مع الراجل ده، ده نايم كتير خد فلوكسيتين، ده عصبي جدا باروكسيتين، وافضل اطلع شويه شويه ستارت تو جو ستارت سلو ستارت لو جو سلو فيرس دراج. ساعات تدي دواء، وعلى فكره معظم الحاجات كده معانا الدنيا مش 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 سودا يا جماعه، معظم مرضانا بياخدوا الدواء الاولاني تحسنوا عليه، وساعات انت تدي له كل حاجه ومفيش فايده وتعمل بقى كومباينيشن او اوجمنتيشن. ترايل وايرور بكلام مفهوم، ماتش بيشنس مفهوم الكلام ده، دراج يوزد نوت دراجز مفيش حاجه بتشتغل بسرعه، بيلد اب مفهوم الكلام طبعا، تطلع حبه حبه. يلا يا بعديها ماما اهلا استنى خلي بالكم في مرضى هتحتاجوا 12 ل 16 اسبوع عشان تحسنوا، بس اللي بيخليني اكمل مع المريض ايه؟ قلنا الاس اس ار ايز 3 اسابيع تشوف تحسن، تحسن مش 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 شبه خلاص، على الاقل المود يتحسن، القلق يتحسن، فانا عندي امل يتحسن، لكن صفر خالص. وخصوصا كمان في جمله جميله كده، اي دواء عمل تروماتيك فيري تروماتيك باد اكسبيرينس الدواء ده مش هينفع معاه، خده وعمل له سيديشنج عمده جدا جدا سيفير اي بي اس، تعبه جدا، قالوا انتستانال بليدنج، قالوا اي حاجه، المرضى دول وكان سبحان الله قصه ادبيه كده، وكان جسمي بيقول له الدواء ده اوعى تلمسه تاني، اي باد اكسبيرينس المرض الدواء ده خلاص ايه مش المريض عقد منه، وكل ما ياخده يجي له حاجه كده سايكوجينيك ان هو الدواء مش قادر ياخده. ارجوك بلاش بلاش الدواء ده، تقوله له ارجوك بلاش الدواء ده، ما بلاش من الاول. يلا بينا برضو بس انفل كيسز ريبورتد نسبه الامبروفمنت افتر افتر ستارتنج ذا ميديكيشن سوتش كيسز. فعلا في مرضى كتير جدا عندهم ديبريشن خدوا سيتالوبرام 3 ايام اتحسنوا جدا، مش كده يا دكتور شريف؟ ناس او سي دي كده خدوا دواء بعد 5 7 8 ايام اتحسنوا جدا جدا جدا، بس دي النسب دي غير معتبره خالص ونشيلها خالص من القاموس بتاعنا. When all experience some minor side effects, most will subside. معظم side effects بيحصل فعلا حقيقة. يعني سمعت من مرضانا او مرضى حضرتك كلكم، سمعت منهم بعد كده بيستعملوا الدواء يا اما عشان الاو سي دي اقوى من side effects، او فعلا السيمبتومز بتبقى سبسايد معظمها. Some people unfortunately stop taking medication after only few days. دول كتير قوي. Wishing have any side effects, thinking this never go away. بيقول لك المرض ده مش هيروح مني خالص. إذا كان الوسواس والدواء أني من الوسواس، هو بيفكر كده. ومرضانا برضو عندنا مرضى كتير طبعا، انت عارفين مرضى الوسواس عايز يتحكم في الكون وكل حاجة. الجماعة دول بيحطوا البروبابيليتي يخلوا بوسيبيليتي. مفهوم يا جماعة؟ في بروبابيليتي ان انا انزل من هنا المم ده ينحز في دماغي، دي بروبابيليتي. مريض الوسواس بيقول بوسيبيليتي، عشان كده مش هخش اي قاعه من دي خالص، ويحس كده نفسه يعيش في قاعه مفتوحه فوق. اللي عنده وسواس في القصه دي بيركبوا الطيارات خايف ايه الطياره تقع، ده بروبابيليتي بيحطها بوسيبيليتي، فبيركبش طيارات خالص. دي اوربيت فراكشن. نعم اوربيت فراكشن يعني الحسبه اللي هي ان هو بيدي نفس الوزن للاحتمالات المختلفه، دي هي اوربيت فراكشن ولا بتاع ايه؟ والله الثلاثه مع بعض، لان برضو ايه الراجل ده جرب قبل كده حاجات كتيره جدا وباظت معاه. عندك مريض الوسواس مثلا سبحان الله تصادف معاه دايما، طبعا الكلام ده مش مظبوط، يقول لك ايه تيجي تيجي تبقى في المعطوبه، الكلام ده طبعا يعني وكان سبحان الله الكون ده له اله تاني غير ربنا او الدنيا ماشيه كده بالبركه. لا اللي عايزين يقولوا ايه ان مفيش حاجه ماشيه بالبركه خالص، بس مرضانا من كتر ما بيدوروا في الحاجه فعلا بيلاقوا حاجه. نعم المنطق موكل بالقدر. لكن ده الكلام ده لا منطقيا مظبوط ولا وكان المنطق ده راح لربنا قال له استاذن منه كان ده اي كلام طبعا. لكن برضه اوربيتو فرونتال اللي عايزين نفكر فيها، اوربيتو فرونتال بتعمل فلترنج وديسيجن ميكنج، قصدي مالهاش دعوه تحت خالص، المشاعر تحت خالص، كل الحاجات دي قصص ماشيه تحت خالص، بيدينا القرار ويقول لنا اتنين انتوا مع بعض يختار لي. ساعات الاختيار بيبقى مش مظبوط، بس عايز اقول برضه ايه، ما الاوربيتو فرونتال طبعا ده كلام ادبي مالوش دعوه بالطب، بس انا حاسس انه حقيقي. اوربيتو فرونتال كورتكس بتاعه واحد اهبل هتبقى اهبل زيه ولا مش معايا بره الطب دي يا جماعه بتسجله انتوا بتوع الكاميرا، بقول لهم اهو مش معانا مش معايا. المنطق حلو مش حلو طبعا، هيكون عنده اوربيتو فرونتال بيتنقل على عينيه،
مش هتفلتر له كل حاجه، هتعدي له حاجتين ثلاثه اربعه. كان مش في الطب خالص، ها ما تحسبوش عليا، بس انا حاسس ان كده. ولا ايه رايك انت؟ بتمشي الكلام ده؟ اكيد بتقول ايه الجنان اللي بيقوله ده. هات يا عم اللي بعده. Medications do not work instantly مفهوم. ده اللي قبلها ولا بعدها دي؟ The newer types. Newer types المقصود بيها الـ SSRIs. واحنا قلنا الكلام ده في تحسن 3 4 اسابيع، مش تحسن يعني شفى، لسه بيغسل ايده بس قلبه مش واجعه قوي زي المره اللي فاتت. The older ones زي الانفرانيل تاخد مده كبيره. Have reached maximum dose in 3 weeks ماشي عن it will not work. فعلا لو مريض بقى خد مثلا SSRI وقعد شهر مفيش ادنى تحسن لا في القلق ولا في المزاج، مصر بروبر الدواء ده مش هيشتغل. It is not easy to tell if medication is working. Most people can sense that something is different. ايوه حد مهمه جدا بقى. It is not easy to tell if a medication is working. يا اما مش واخد باله، بس حقيقه مريضنا نكدي وعايز يعرفنا دايما انت خدت الكاش بتاعك وما حسنتنيش خالص. عايز اقول لك ما تحسنتش ابدا ابدا ابدا. Most people can sense can sense that something different is happening. بعد كتير يقول لك كده، بعد كتير جدا. على فكره لما جيت لك اول مره اما تبدل له الدواء والله العظيم بيقول كتير جدا كده. على فكره الدواء اللي انا كان احسن، مش انت قلت لي نيلك وهببك؟ لا هو كان احسن، ما قلتليش ليه. It is the medication. فعلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى مفيش كلمه تتحسن، بس دايما يقول لك ما حصلش. اهل الوقت تحسن يقول لك ما حصلش. انا بغسل ده 5 مرات بقت 10 مرات، وهو كان ده معظمهم يعني مش هنقول كسب، بس هو في كسب طبعا. عايزك تعمل له حاجه يعجوها سوبرمان، يا اما دايما يحسس ان هو مظلوم وان الكون ظلمه وان ربنا ظلمه. بيقول كل الجمل دي حتى كتير جدا ما يقاسه خالص. بيقول لك ربنا ظلمني ليه؟ ظلمك عشان اداك عيون حلوه جدا جدا، واداك ودان بتسمع بيها ومشاك وعمل لك كل حاجه، واداك فلوس تروح بيها للدكتور وفلوس تجيب بيها دواء، ومع ذلك اتيز ميديكيشن مفيش كلام اتحسنه، حسنه جدا جدا، ولكن بينكر هذا الكلام. يلا يا عم. Periods of time passing without the occurrence of symptoms مقبولة، فهمنا. As times goes by the period will get longer. فيش كلام هيتحسن اكتر. Gradually being better able to push thoughts and resist compulsion. فيش كلام بقى، مش push، انت مريضنا هتغلب عليه هتقدر تعديها. و resist compulsion ماشي. Long term nervousness. مرضنا معظمهم قبل ما يروحوا للمرض انا كده برمز ليه عشان اقوله بس، دايما متعصبين جدا بتوع الوسواس، قلقانين جدا، متوترين جدا، وعندهم نيجاتيف انتسبيشنز. الوسواس عمره بيروح. انا معقول اسيب ابطل اغسل ايديا 3 4 ساعات ولا اطمن على عيالي؟ يعني عايزني اسيب العيال ينزلوا عربيه تطصهم بره يتعلموا التعليم احسن اللي يموتوا؟ اللوجيك بتاعهم يعني ينزلوا يتعلموا ولا يموتوا على ضربه بابك؟ لا خليهم قاعدين جنبك وهي تموت يروحوا في سنها بعد كده. لا عايزين نجازف. This attempts to control all life possible risks. ما عندهمش استعداد ابدا لاي ريسك. Prevent patients that would have helped them. ما بياخدوش الدواء اللي يخليهم متحسنين ويبقوا كويسين غير زي غير. From the available research there is no in the long term side effects harmful biological. عمره ما حصلت ان ادينا عيل دواء وحصل له بعد كده مثلا طلع له رجل زياده ولا عينه بدلتها ولا اختفت عين، ما حصلش كلام ده خالص. مرضانا ما فيش كلام بتحسنه جدا. الكلام ده حلو في الطب بس فيش كلام بقى. عايز اقول الكتاب المجزي ده بيقول كلام على مثلا يعني sexual side effects of SSRIs. بيقول كل حاجه والدراج كليشن والديمينجد سيكشوال ديزاير والباور كمان، وبعد كده في الاخر بيقول جمله جميله all are reversible. المجزي بيقول كده، بس انا بقول الكلام مش مظبوط. خد باروكسيتين 7-8 سنين عمره بيرجع زي الاول. ولا دكتور شريف لا مش على الدواء، على سايد افكتس سيكشوال سايد افكت طول عمره بعد كده يبقى نوعا ما على الاقل 50-70% بارد، عنده سيكشوال ديسفانكشن، عنده اريكتال ديسفانكشن مثلا باروكسيتين 7-8 سنين. ما نقولش اقول الكلام ده خالص. في حاجه ثمان حاجه، واحد عنده سيفير ديبريشن طول عمره ديبريشن خد دواء كويس ونوعا ما سيكشوالي مشى الدنيا، لكن ما اقدرش اقول له هتبقى 100% ودواني بعد كده ما تسيبه هيطلع. اول حاجه تكذب على المريض 4 مرات خد جاله ديبريشن تقول له هبطل لك الدواء ده كده، كلام كذب مش هيحصل. عشان المريض نفسه بقى يقول لك ايه، المرضى نفسهم عندهم موازنات، اخده وخلي سيكشولي ضعيف شويه واعيش حياتي واشتغل وربي عيالي، ولا حتى ما اتجوزش
ولا خد لي الدواء اتنيل وتعمل له خناقه كل يوم وحماته تجي له تقول له يا استاذ انت رحت فين وجع القلب ليه، ولا الدبريشن احسن؟ اختيار بقى. في مريض يقول لك دبريشن. انا كنت في السعوديه مره من حوالي 30 سنه كده، فديت واحد ايه انا فرانيل حبايه، قصدي طفرانيل، ما اظنش حد بيكتب طفرانيل خالص. فجاه الدكتور شيف رجع بيستعملوه دايما في عشان نكتب نكترن نريسو الكلام ده عشان الانتي كولينرجيك سايد افكتس عاليه جدا. فواحد راجل اديته حبايه انا طفرانيل، مراته جايبه لي تقول لي خد الدواء بتاعك ده ترميه خالص. احنا ما عندنا، هي عندها خيمه وعندها راجل وما عندهاش حاجه ثانيه خالص. خد حبه نفرين بوظها لها، رمت الدواء والسلام عليكم. ده منطقيا طبعا عندها خيمه وراجل ما عندهاش حاجه ثانيه خالص ولا اي حاجه خالص. الست دي اخترت ما اخترتش؟ اخترت، عايز حاجه ثانيه. اللي عندها بوتجاز تغسله ولا عندهم ميه اصلا يغسلوا ايديهم ولا صابون ولا حاجه خالص. انا مش بتكلم بجد، بتكلم بجد مش بهزر، مش حاجه عندهم حاجه خالص. خلاص ايه المشكله يعني؟ بلاش يا فرين ودينا لبس. ايه تاني يا مانا؟ تيمس كنترول لايف. وقلنا الكلام ده from the available research there is no any long term side effects. في الكلام ده حي in children there is no evidence. قلنا الكلام ده side effects subside within. انا مصدق الكلام ده جامد. first effects فعلا معظمها بيروح. يلا حبيبي هات لنا حاجه ثانيه. long term harmful reactions are due to. لو احنا بقى بره اللي بنقوله ده كله حصل فعلا reactions مش مظبوطه، يبقى اما احنا واخدين exceeding dose لمريض ما عملوش تيتريشن كويس وهو مش محتاج له، هو مش محتاج ال 60 ملغرام بتاع كل اللي بتاخد استلبرام 60 ملغرام. لو كانوا اصلا استلبرام مش محتاجين، ما ابتداش معاه سيرترالين ولا باروكسيتين بالتدريج، محتمل على نص الجرعه هيتحسن. او بيشنتس هو سفرد الرجيك رياكشنز، واحد جاله حساسيه، يا عم مش متدوى، يا عم مش متدوى، بطلنا الدواء ورجعنا له اهو راح. طب ابتدي تاني، يا عم مش، طب يا عم تغير حاجه تاني، ليه ما اديله دواء تاني؟ او دراج انتراكشنز، المفروض تبقى انت عارف الراجل ده لو هو راجل كبير او بياخد ادويه كتيره جدا. الناس الكبار اللي عدوا ال 60 دول بياخدوا عندهم نقرس وعندهم ضغط وعندهم اديله بقى سيتالوبرام، ايه سيتالوبرام، عشان دول الانتراكشنز عندهم قليله جدا جدا جدا، وخليه يتحسن نص نص بدل ما عنده انتراكشنز وترمي الدواء خالص. يلا يا بنتي اند بريجننسي حاجه صعبه قوي عامه ايثيكالي. عمر ما حد جاب مرضى حوامل وقال لهم تعالوا نجرب عليكم الدواء 20 30 سنه ونتابع العيال دول، فمفيش اي حاجه فعلا موجوده. There have we have very little we have very reliable information عشان هي اصلا ان اسكال ما اتعملتش، وبالتالي ما حدش عنده حاجه مهمه قوي. Some physicians have felt obliged to use some medications pregnant women. انا عن نفسي انا لو agitated او suicidal انا عمري ما ابتدي من حد كده الا مرميده نفسها تتزنقني كده. هم بيجوا بص انا جيت لك مره كذا مره قلت لهاش حمل ولا ولا ولا، انا حموت نفسي هضيع نفسي مسكني انا مش هيديني الدواء انت سكت. ساعتها اجيب لها بقى حاجه ريبورتد، بقول برده ريبورتد يا جماعه ما بقولش حاجه ما حدش عنده معلومات حقيقيه. بيقولوا ان السيرترالين بيعمل ليست بلاسنتال اكسبوجر، بس هو حد حسب اما يحصل ليست بلاسنتال اكسبوجر هيحصل ايه؟ يعني دي الجمله دي جمله خادعه صح ولا يا دكتور شريف؟ بيعمل ليست ده بقلل الاضرار. بس الاضرار اللي هي ان شاء الله رميت لي 5 ساعات في الشارع ولا في البحر كلوا من القرش وساب لي واحد، قال لي اضرار ان شاء الله هيحصل. بحر فيه سمك قرش، قال لي اضرار ايه؟ هياكل العيال كلهم. في من اللي عايز اقوله يعني كلمه قال لي اضرار دي كلمه خادعه عشان احنا نكتب لما انا بقى المريض اللي بيكتب لي هو اوبليجنج مين انا اكتب لها دواء، لان فعلا واحده ضايعه خالص وساعات يكون الدبريشن او الاو سي دي اشد على الفيتس نفسه من التهريج اللي بتعمله الست دي او الراجل ده، يبقى انا اكتب له دواء. هم اللي بيعمل لنا الكلام ده ليست بلاسنتال اكسبوجر، بس معناها مش هامل. الموز اللي بيقول بقى انها نوت تو بي ميجر تراتروجنز، لكن لو انت قريت كاتبين ايه هم نفسهم بقى نفس الكتاب اهو على بقى الفلوكسيتين كلام زي النيل، بيقول لك هم بحثوه في النوت ان ذا فيرست سيمستر، وبيقول لو انت اديته له بامان تبتدي في نص الشهر الرابع، وحتى اما تدوق بعد الشهر الرابع حصل شويه مشاكل. يبقى الكلام ده مش 100%. لكن مرضنا ساعات بفعلا تيجي تتفرق مع المرضى، في مرضى محتاجينه جدا جدا لان الاو سي دي الامبليكيشنز بتاعته والديبريشن على مريضه حامل اكتر كتير جدا من الحمل نفسه. باروكسيتين عمل كاردك مالفورميشنز لو خد اكتر من 25 وخده في الفيرست تريمستر.
الحاجات دي متفرقه كده كاتبينها في المودزلي. ايه تاني اللي بعدنا بيقولوا بقى؟ فهنا الكلام ده معمول في جامعه كاليفورنيا في سان دييغو. بيقولوا الكلام ده ان انت مريضك اما يكون life has normalized و healthier habits، المريض بتاعك ده مشيت 12 شهر او 18 شهر على الدواء وابتدي اعمل له جراديوال ايه؟ جراديوال تابرنج. وقلنا قبل كده جراديوال تابرنج يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها شهر ثلاث اربع حبايه، شهر نص حبايه، شهر ربع، كان مش مظبوط. انا عن نفسي انا بشيل ربع الجرعه واستنى شهرين. يبقى مثلا باخد لنا 200 ملي جرام سيرترالين، هاخد 150 ملي جرام مده شهرين. شهرين كافيين ان انا اعرف هل المريض اتاثر ولا مش اتاثر. احنا خدنا دوانا يبتدي يتحسن بعد شهر شهر ونص. اما سيب الدواء برضو مش هتنال تاني يوم، لان الدواء مازال موجود في السيرم. بعد شهر شهر ونص هيبتدي اعراض. والله الراجل ده مسك نفسه مع كوجنيتيف بيهيفيرال، مع دعم نادي جوده الاستاذ قهري عندكم انتوا هنا، مشي الدنيا، هشيل ربع الجرعه كمان واستنى شهرين. نفترض بقى الشهرين الاولانيين المريض اتنيل على ثلاث ارباع الجرعه، هعمل ايه؟ هرجع 200 تاني. اتحسن على 150 ونزلت على 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 على, على 100 وباظت المريض في اللحظه دي، ارجع تاني 150 واستنى شهرين في شهرين في شهرين. كل ما انزل يتنيل، كل ما انزل يبوظ، اعمل ايه؟ خليني على الجرعه دي. وقايد مريضك بقى يقول لك والله انا هسيب الدواء مهما يحصل واجرب. يا عم ما فيش داعي يا عم، كده حلو خلاص، يبقى اسمع كلامه وخليه هو اللي يقرر يرجع لك. لان في مرض يقول لك ايه؟ لا، مشاكل الدواء اكثر من مشاكلي مع نفسي. وفعلا يسيب الدواء وبرضى بيعيشه، مش انا اللي ماشي المريض، فعلا هو فيه. هو كده اعمل له كده، خدنا نص الجرعه، ربع الجرعه، ربع الجرعه، القصه باظت خالص، ارجع تاني لنص الجرعه وافضل اطلع وانزل لغايه ما ايه؟ يا اما هو يبطل ما يجيليش، يا اما انا اقول له امشي على الجرعه دي، يا اما نتفق اتفاق تاني غير كده ما قلناهوش. في مرضى عندهم باوتس اوف سيمتومز بيريوديكالي، سبحان الله، زي ما مرض الوسواس اصلا في الاول، المرض يقول لك بيزيد لي في ايام ويرجع لي في ايام. في ناس يجيلهم على ستريس بس، على الامتحانات، على الحمل، على الولاده، تتخطب، عندهم مشكله في البيت يظهر لهم، مفيش ستريس بيروح. المرضى دول مع الاسترس اديهم دواهم، وبعد الاسترس شيلهم، يقعدوا سنتين ثلاثة اربعة يرجع لك، وتقريبا هم نفسهم بيعرفوا الكلام ده خلاص. اما يجي لهم ستريس بيرجعوا، زي المرضى بتوع الايه البري منسترال ديسفوريك سندروم، بتقول لها خدي اي اس اس ار اي 7-8 ايام بتوع الدوره، وهم عارفين ما بيجوش تاني. او سيمتومز ات تايمز اوف ستريس، في واحده تقول لك بيجي لها امتحانات، قبل الامتحان بشهرين اديها الدواء، بعد الامتحانات فعلا اخر يوم في الامتحانات بيروح الوسواس. شفتوا امتحان ناس زي دول؟ واحده حد يموت لها في العيله يجي لها وسواس، بس حسب النوع بقى، وسواس خوف من الموت، شهر اثنين ثلاثه يروح. هنشتغل كده، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. هو ينفع حاجه؟ احنا قلت حاجه عشان تنفع. يلا بينا قول اللي بعده يا عم. ايه ده؟ خلاص؟ طبعا بعتذر لاي تخريف، اي حاجه طالعه عن الموضوع، حاجه مش في العلم خالص. محمد استاذك كورنيل، بس احنا بنشكرك على الحاجه الجامده.